السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من بوابة كربلاء قضاء طويريج، فوق هذا الجسر الذي شهد مسير الآلاف من الأقدام والملايين من الأقدام، أقدام الزائرين وأقدام الزائرين السائرين إلى كعبة الصمود الإمام الحسين عليه السلام. من هذا المكان يمر عشاق الحسين نحو كربلاء، من هذا المكان يزحف العراقي والإيراني والأفغاني والباكستاني وكل شيعي ينتمي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. ها هي الملايين تأتيك زحفا سيدي يا أبا عبد الله من أجل أن يعزوا أمك الزهراء وأختك زينب وأبيك أمير المؤمنين وجدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المصاب الجلل. هذه الملايين تقول لبيك يا حسين، ونحن نزحف مشيا على الأقدام والقلوب قبل الأجساد. هنالك الكثير من مظاهر المحبة والعشق والتضحية والإيثار وجدت على هذا الطريق، هذا الطريق الذي يخشى الإعلام العالمي من نقله بشكل مباشر، هذا الطريق الذي يحمل أهدافا قل نظيرها، الذي يحمل مبادئا وقيما تجسدت فيها روح الإمام الحسين وتضحيته. لماذا لا ينقل الإعلام العالمي هذا المسير المليوني؟ لماذا يخشاه؟ ما هو المبدأ؟ ما المخيف في هذا المسير؟ يزحف البسطاء والعقلاء والمثقفين وكل أصحاب الشهادات والعقول والامتيازات، يزحف التاجر والفقير والغني مشيا على الأقدام، ليس لغاية معينة إلا أن يوصلوا رسالتهم إلى العالم: إننا نحب أهل البيت، إننا أصحاب الإسلام الحقيقي الأصيل الذي ما زال متمسكا بمحمد وآل محمد، ما زال متمسكا بالحسين عليه السلام الذي أصلح في أمة جده رسول الله من فساد بني أمية ومزيفي التاريخ والذين جعلوا من الإسلام اسما ورسما فقط، بينما الإسلام الحقيقي الذي ينتظره العالم وينظر إليه العالم في هذا المسير، في هذا المكان يجتمع الآلاف يجتمعون على مبدأ واحد: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. معي الشاعر من شعراء هذا المكان الحسيني الكبير، من الممكن أن يعطينا مومنا حجيات. هذا الشاعر الذي من الممكن أن يعطينا صورة لهذا الزحف ولهذا الولاء الحسيني. عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر. من أين قدومك أول مرة؟ إن شاء الله من البصرة. التقينا بك في منطقة والآن عاتبتنا، تقول لدي أبيات من الشعر بحق الحسين بحق هذه المسيرة، ولكن قبلها لماذا يخاف الإعلام العالمي من هذه المسيرة؟ الحسين سلام الله عليه هو خط أحمر. الحسين كل انطلاقة من الحسين، كما قال غاندي: اتخذت من الحسين أن أكون مظلوما حتى أنتصر. فالحسين يبقى خالدا مدى الأزمن، ولكن أين أعداء الحسين؟ أين يزيد وأذناب يزيد؟ هذا علي كما قال الشاعر: قف كوكبا في الدياجي أيها النجف، فما عهدناك يوما هكذا تقف، وزاحم الفلك الدوار تفجأه،
فيضا من النور منه الناس تغترف يا قبلة كم خضنا إليك لظا وكم نزفنا بأثر من نزفوا لو حنطونا لزينا متاحفهم لأننا لزينة عصرنا تحفوا هذه القبور هذه القبور عز الله شأنها ولولا خوف الله كانت تعبد أين مصيرك أبا يزيد وخربة من راح الذباب بها يعربد وهذا الحسين سلام الله عليه كما قال لأن هؤلاء الأوغاد الأمويون الذين اتخذوا من الدين ذريعة وآلوا على أنفسهم أن لا يبقى لذكر النبي وآله ديارة ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كما قال الشاعر أما النبي فقد قضى وبلبه من قومه قبسات وجد الكني والبضعة الزهراء ألقت بضرب صياطهم محسني محسني والمرتضى أردوا في محرابه بألعم خيل بألعم سيف خلق الله وألعني وبشربة السم النجي عداوة من كف جعدة قضى الحسن وإليك عني لا تقل بما لاقى الحسين فرزعه قد شفني حيث المصائب جمة فأي منها أعد إليك إذ كلفتني أمصيبة التوديع عند خروجه فقال يا جداه إليك ضمني هكذا هكذا بقى الحسين خالدا وأين أذنابه في مزبلة التاريخ تكلم لي عن هناك مضامين ومفاهيم من خلال هذه المسيرة هل هي مشي على الأقدام فقط أم هناك مضامين يخاف منها أعداء الإسلام لا حقيقة هذا الزعف المليوني وهذا المشي على الأقدام تمشي الأرواح والأبدان قادمة للحسين سلام الله عليه تمشي أرواحا وأبدان صغيرا وكبيرا وأنا من خلال مشي للحسين سلام الله عليه ماذا شاهدت؟ شاهدت ثلاث مواقف اللهم شاهد بانفجار الحلة وانفجار البطحة وانفجار الطويريج هذه الشباب وهذه الوفود وهذه الملايين وقعت مجموعة والمجموعة الأخرى صاحت لبيك يا حسين أشهد الله على ما أقول إن هذا الجمع صغيرا وكبيرا يتحدى الموت ويتحدى الإرهاب ويتحدى جميع من يريد أن يخل بشريعة محمد وآل محمد ولكن يا سيدي إذا أسمحت لي دقيقتين احنا نريد احكي نذبه مجمور القلب مجمور والمجمور قلبه يعور اعتابه وما ينفع دول مصيوب لو ريحة شماتة تهيج صوابه اسمعني يا شباب يا حلو مجمور القلب مجمور والمجمور قلبه يعور اعتابه وما ينفع دول مصيوب لو ريحة شماتة تهيج صوابه يا حسين وخلصنا العمر صيام وخلصنا العمر صيام وهلال الفطر محجوب بغيابه وطبع الهاشم يقولون من يختاض غير الله شفظها أطلابه ما يهجع ضميره ولا ينام الليل لمن ياخذ من الزامط حسابه يا ابن الحسن شاقل ليش وقت تختاض والثاني محتم انت طلابه او سيفك ما كفاه النوم يبقى ليا وقت متغطي بقرابه ومن تثقل هموم السيف يا رب الذي تهابه مولاي مهرك للحرب مسروج تقوم تخيل رشابه وصيح اليوم هذا اليوم لخلي العسل مر حنظل يصير بريج شرابه واقصد للبقيع وصيح ظل عم الزكية الزهرة منصابة الله وبركاته مشاهدي فضائية الأيام ومثل ما كنا وياكم وواكبنا المسيرة المليونية منذ انطلاقها لغاية الآن احنا مستمرين وياكم وهذه انتقالة جديدة
بعد أن كان معي الزميل كاظم الحاوي قبل قليل على شاشة الأيام من مدينة حويريج باتجاه مفرق الحلة، يعني ذلك الطريق هو من مدينة الحلة إلى مدينة حويريج إلى كربلاء المقدسة. نحن على طريق موازي إلى ذلك الطريق، يعني باتجاه عمود راح يكون على ذلك الطريق، ألا وهو طريق يا حسين المنطلق بين نجف أشرف وكربلاء المقدسة، تحديدا نقطة تواجدنا عند مدينة الإمام الحسن المجتبى للزائرين، وهذه المدينة تقع على عمود 1068، يعني على مشارف كربلاء باتجاه النجف، كاظم على مشارف كربلاء باتجاه الحلة، وعندنا أيضا زميلنا علاوي في بغداد وزميلنا ظفر موجود في النجف الأشرف. صور متعددة متنوعة تنقلها شاشة الأيام من خلال مواكبتها للمسيرة المليونية، مسيرة ضافرة، وهذه المسيرة هي المسيرة الولائية العقائدية التي حثت عليها مرجعيتنا الدينية، حث عليها أئمتنا الأطهار وأكدوا عليها هذه المسيرة الولائية. فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ للسائرين على هذه المسيرة الظفر والنصر، لأنهم جاءوا لنصرة إمامهم ولتعجيل الفرج لإمامنا، تجديد العهد والبيعة لإمامنا. عمودي إذا أكو مجموعة هنا تقدر تحضر لهم لقاءات، فإحنا إن شاء الله نهيئ الأخوان الموجودين على هذا الشارع، لأن هذا الشارع هو ملتقى الأعراق وملتقى الأجناس، وكلهم جاءوا من مختلف بقاع الدنيا ليقولوا لبيك يا حسين. اختلفت لغاتهم وتنوعت أشكالهم وألوانهم، إلا أنها توحدت كلمتهم بلبيك يا حسين، لبيك يا إمامي، لبيك يا صاحب الزمان. سلام عليكم حجي، جواك الله. أهلا وسهلا فيكم، الله يسلمك. أتحدث قبل قليل أقول هذا الشارع المنطلق نحو كربلاء المقدسة اختلفت الألوان واختلفت اللغات، إلا أن وحدهم حب الحسين وعقيدتهم الحسين. أكيد أكيد حب الحسين واحد، وعدنا أجمعين يعني على راية الإمام الحسين، كلنا صايرين إن شاء الله. الأمر الأهم بأن مسيرتنا مسيرة عقيدة، مسيرة مبدأ، أيوة. مسيرة ثبات. 1400 سنة من قائد الثورة، القائد الوحيد الذي وحد هذه الشعوب وهذه الجماهير، ولغاية الآن نقول له نحن سلم لمن سالمه وحارب لمن حارب. من هم ذول اللي يسالمهم؟ نسالمهم ولا هم هذا شيعته؟ اي نعم، والموالين، والموالين السائرين على طريق ان شاء الله. هم بني اميه ورضا، اي نعم، اعداءنا ان شاء الله، اعداءنا ان شاء الله. الله يسلمك، بالسلامة، اهلا وسهلا، موفق، حياكم الله. الله موفقين. مشاهدينا الكرام، هذا هو طريق الحسين، طريق الوجدان، طريق العنفوان، طريق الرساله، طريق المبدا، طريق السلام عليكم. سلام، جواك الله. شلون شلونك؟ تعبان؟ الحمد لله، والله شوي تعبان. يقول تعبان يجي الحسينيين. الحمد لله، والله ما نتعب ان شاء الله. ترني على الكاميرا، ترني ان شاء الله ما نتعب. احنا مسيرتنا ليش بنتعب فيها؟ هي مسيرتنا عقائديه. اي ان شاء الله، ان شاء الله. والله بس تمشي طريق العقيده تملا قلوبنا. اللهم صل على محمد وال محمد. احنا هذا طريقنا، طريق الحسين وطريق الاسلام. الحمد لله والشكر، وما تعبان الحمد لله. احنا هذا زيارة 40، الكل يشارك صح. في كل خطوة وكل نفس وكل همسة ندعو الباري عز وجل أن يعجل بظهور إمامنا إن شاء الله. إن شاء الله، عجل الله فرجه. اللهم عجل وليك الفرج، عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. مشاهدي الكرام، احنا مستعدين لكم. سلام عليكم، شلون الصحة؟ موفقين، الله يسلمك، على هذه الجهود، على هذه الله ما تبذلوه من ثبات على الموقف. اليوم احنا ثابتين ان شاء الله على الموقف، ان شاء الله عزم الله ورسوله، ثابتين على الموقف وعلى المبدا، وعلى المبدا وعلى الحسين وعلى مصدر الأصيل. على مبدا الحسين عليه السلام. السيد الحسين خرج لاجل الاصلاح، الحسين خرج لاجل الصلاه، الحسين خرج معروف عن المنكر. نحن سلم لمن سالم الحسين وحارب لمن حارب الحسين عليه السلام. الحسين ضحى بعياله واطفاله وعائلته وولده واهله في سبيل الاصلاح وفي سبيل الامه وفي سبيل الاسلام. ابو عبد الله عليه السلام سيد شهداء الجنه، افضل الصلاه والسلام عليه. ان شاء الله ثابتين على مبدا، موفقين ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. وشاركنا احنا وياكم نتصفح هذه الوجود وناخذ اللقاءات
مع السائرين على هذا الطريق، طريق الحسين، طريق المبدأ، طريق الراية الحسينية. فهذا الطريق هو طريق الوحدة وطريق الرسالة وطريق لا عودة. الحسين عليه السلام عند وصل إلى عرصة كربلاء ووقف، السلام عليكم، عندما وقف الحسين عليه السلام في عرصة كربلاء لم يتوقف ولم يتزلزل إيمانه بقضيته المصيرية المبدئية. وقف الحسين عليه السلام وسطر الملاحم تلو الملاحم، وقف وقال والله لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. الحسين وقف فردا صامدا جبلا أشما ناطح عنان السماء. الحسين ثبت بمبادئه هذه المسيرة الراجلة. الحسين أكد على أهمية الوقوف على مبدأ واحد وعقيدة صلبة لا تلين. الحسين علمنا طريق التضحية، الحسين علمنا طريق الثبات، الحسين علمنا طريق الجهاد، الحسين علمنا كيف نبني بمبدأنا رسالتنا وكيف نبني أهدافنا اللي هي نابعة من الإسلام المحمدي الأصيل. لهذا نحن نتبع هذا الطريق، طريق الجنة، طريق الرضوان. السلام عليكم. إيران إن شاء الله. الحسين باله يوحدنا ومبدأنا وطريقنا إن شاء الله. باله واقعا عاشق امام حسینیم و خیلی دوستش داریم هممون. الى 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 رايح الى الذهاب دیگه تو تو این راه داریم امام حسین. آره امام حسین ان شاء الله توفیق ان شاء الله موفق ان شاء الله. السلام لبيك يا حسين، السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى انصار الحسين. يا يزيد كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحي ذكرنا ولا تميت وحينا، فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد يا يزيد لعنك الله. كلماتك جميلة جدا رحم الله والديك، ولكن المهم هو الثبات على الموقف. نعم. الذي خطه الحسين بدمه الطاهر. نحن سلم لمن سالم الحسين وحرب لمن حارب الحسين، فمن نسالم ومن نحارب؟ أعداءهم، نحارب أعداءهم. نعم. الدواعش، الدواعش يحاول أن يحرف الدين لعنة الله عليهم. نعم. إن شاء الله مع أنصار الحسين. نعم. مع أحباب الحسين. نعم. مع الذين يقومون الطريق الذي صلوات الله وسلامه عليه. مع مرجعيتنا. نعم. إن شاء الله سلام الله عليه. نعم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في موفقين. موفقين إن شاء الله. مشاهدين كرام، إحنا مستمعينكم بتغطيتنا، وتغطيتنا اللي شاهدوها هي عبارة عن مسيرة مليونية وياي طاهر، هاي مسيرة مليونية ظافرة. وأفضل ما يمكن أن يكون في هذه التغطية هي أن نسير بعفوية بين الجموع ونختار لقاءاتنا بعفوية. فالشاهدون من اختار يعني ننتقي انتقاء، وإنما السلام عليكم. قواكم الله يا شيخ. الحمد لله. شلون خوبي شما؟ شلونكم؟ إن شاء الله بخير. من أضغم نرم من قوم مالي عزة تماسوم إلى إمام حسين مالي مهتاج منه موفقين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. وإحنا مشاهدين كرام نتقصد نأخذ جميع اللغات حتى نبين بها هذه مسيرة عالمية لا تقتصر على عقيدة ولا شعب على فصيلة أو مبدأ. سلام عليكم. تعال تعال تعال. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. تعال حجي، تعال يم، تعال يم، تعال يم، تعال يم حجي. شلونكم؟ بعد عمري اشوف جاي بلا مثل ما شاء الله. اي جاي نوصي نواصي السيده زينب بهاي المصيبه، فاطمه الزهراء وام البنين. ان شاء الله اريد الامن والامان والاستقرار لهذا البلد. شيخ محمد وال محمد ما شاء الله احنا قاعد تسيرون انتم والبنوتات، الله يعطيهم العافيه. ايه. خير وسلامه ان شاء الله. خير وسلامه. اي والله كل محمد حاميكم. شلون بيصير زيد ومطاعت واحد يعني شلون بيجي الحرارة؟ اي والله لازم ساعدها الله على بعيد عينها الله عينها الله على مصيبتها. والارض هذه شوك وحرق وتعب، شلون؟ احنا هسه ماي واكل وشرب بس حالها متعاني ذاك الحال والحار والتعب. شلون نواسي زينب؟
موسيها بالدمعة بعد الالتزام بالحجاب الزينبي. ان شاء الله ان شاء الله اليوم حجابنا ان شاء الله خواتنا شو ما شاء الله الله يستر عليهن الله يستر عليهم بكثرة حجابهم ان شاء الله بالامر معروف صلاتي ان شاء الله اللي عندها زوجه تاخذ امر زوجها بالخروج واللي عندها اخو كبير يسمع حكايته وان شاء الله هذا طريقنا الحسين هذا يريده من عندنا توصلوا بالسلامه ان شاء الله موفقين 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 مشاهدين كرام مستمرين بتغطيتنا تغطيتنا الاعلاميه وهذه التغطيه هي اللي احنا اللي نريد نوصلها للعالم اجمع رسالتنا رساله حسينيه رساله كامله مكتمله الجوانب هذه الرساله وشاهدوا الان ما شاء الله نحن نسير ونغوص سلام عليكم تعال ابو الرايه ابو الرايه ناطاها السلام عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله أنا رايتي أنت ورايتي ألا الله رايتي يا الله يا الله أمين يا رب العالمين شبعنا وأسدنا أبو فاضل هو أبو فاضل ما يصير خب الإمام للحسين والعباس سلام الله عليه نية الحسين مقيولة هي ما هي مع حاجات الداخل الكل الكل مو بس أنا الكل حاجتهم هناك اعداء الحسين اللهم انعلهم ان شاء الله يبغضون الطرف عن المسيح اللهم انعلهم بالمشاكل في قنوات تطلق المشاكل بلي اللهم افقنا من شرهم على بتك على مطلع على ليش بلي بلي دول اعداء الحسين مناعيل مو اداء بس مناعيلهم لبيك يا حسين لبيك ان شاء الله موفقين ان شاء الله موفقين ان شاء الله حجة تعال يمي وانت ما تيمي اليوم روح لك تعال حبيبي تعال يمي حج تعال يمي احنا طيب. الزوار جايين نمشي من الجهه طالعين عمود 350 لا انا جاي اريد اشكر المواكب اريد اشكر هذه المواكب والخدام طلابتهم طلابه احنا عندنا طلابه ثانيه سنين ثلاثه طلابتنا ثانيه طالعين للحسين وانتم الشباب بالذات لا احنا ان شاء الله نرفع الراس وعلى المبدا احنا ان شاء الله نرفع الراس لاكم السلام رحم الله والديك رحم الله والديك قد ما تروح تقول له اني سلموا لمن سالم فحرقوا المن سالم والمن حارب امام الحسين رسالة أحباء الإمام الحسين اللي يسيرون على طريق الإمام الحسين وحربنا يامن ويا أعداء الإمام طبعا الحسين. أكيد اللي يغصبون واللي ينهبون واللي يحاربون طريق الحسين واللي يحاولون يحرقون مسيرة الحسين واللي يحاربون المرجعيات ويحاربون الدين احنا أعداء طبعا أكيد رحم الله وديك رحم الله وديك عمونك حجي أنا شنو أبا وعليك حجية تعيمي 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 حجية جايب الحجية وجاي والله لبا عبد الله ماشي حجي وين رايح والله ماشي انا حسين ها ما تعرف تركمان تركمان من امر لي من امر لي نعم امر لي ارد احكي هاي سالفه امر لي الصمود امر لي التضحيه امر لي البطوله امر لي الحسينيه اللي بقت صامده وعاصيه امام الهجمه الدواعش امر لي حوطتها الدواعش دائما نسائها ورجالها حملوا السلاح للدفاع والجهاد بامر المرجعيه واحنا نقول هذول سلموا لمن سالمكم وحاربوا لمن حاربكم. يقولون هالطريقه ما قدروا احنا بنقول سلموا لمن سالمكم سلموا لمن سالمكم وحاربوا لمن حاربكم مرني وحاربتوا على يعني وقوف وقوف حقيقي ارادوا ان يوخرون هاي الطريقه فيعني احنا ما تنازلنا لهم ليش؟ لو متنازلين هاي الطريقه يروح احسن هذا يركزون رايه داعش ينزلون رايه الحسين مقام المرض رايه الحسين قلنا لو نموت كل احنا ولو ماكو دخول والحمد لله انتصرنا بغموض الامريه زلم وشباب شياب نساء ثلاث اشهر رغم الجوع ورغم المعاناة رغم الخصوم هذا الإصرار الحسين علمنا نصبر على مبدأ على عقيدة هاي تعلم يعني إصرار إصرار حقيقي على قلب واحد بأكمل على قلب يا تسأله الله وكيلاني قلت خل اختبر البنات قلت أطلعك من برا قال يابا أنتم مو تواسون الحسين احنا نواسي زينب موت موت ما شاء الله الحمد لله انتصرنا خل اقرا قصيدة لل للخدام للخدام اقرا اقرا قصيده اقرا اقرا يا الله اسمع القصيده بس مو طويله لا لا خدام الحسين خل يتفاخرون بخدمه الزوار اللي تاجر ويا الحسين خدمته ما يشبه خادم التجار فاتحين البوب للزاير خدمه مو ابنيه الخطار
خطار 10 20 قول 50 هن يالكم تخدمون ملايين من زوار يا اللي يقدر بهالخدمة حاير بيها كل الأفكار حبوا الحسين جمعنا والكل منكم داخل انذار قلوبكم صاير غطى والعيون تبري للضايع المحتار زاد الحسين خير وبركة وكل ما تشتهي واختار تجارة حسين ربح مو خسارة ابتجلكم تلقون للحسين انتو انصار انتو هم وياهم ان شاء الله لانتو هم خدام ممنون خلتناك دعاء وزيارة حياتي كادر اكو عندنا اخوان موجودين في بغداد في باقي المحافظات ينقلون هذه الصورة الجميلة ويسألوكم الدعاء وزيارة توصلون ان شاء الله بالسلامة موفقين موفقين تمازعوا مشاهدينا الكرام شاهدتوا هذه الصورة الحسينية الرائعة لأبطال آمرلي هذول اللي لبوا نداء ولبوا نداء المرجعية وكانوا خير عون وكانوا خير سند فإن شاء الله إحنا باقين على هذا الطريق طريق الحسين طريق الثورة طريق الجهاد طريق البناء طريق التضحية طريق الوحدة طريق الحرية هذا هو الطريق اللي أسس الحسين إلى وهذا هو الطريق اللي إحنا لازلنا نمشي ونسير عليه ونأكد بأنه هذا الطريق هو طريق الثبات على المبادئ الحقة هذا الطريق هو الطريق الوصول إلى نصرة إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وإحنا مستمرين وياكم هذه التغطية ونقدم لكم هذه التغطية من مدينة الزائرين في عمود ماشي يعني الآن سيد بخاري قال لي نطلع فاصل بعد أن قدمنا لكم هذه التغطية من مدينة الزائرين مدينة الإمام الحسن الزائرين مش عارف مدينة كربلاء نذهب إلى فاصل ولدينا عودة أخرى فإلى هناك فلاح القرعاون مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم بتغطيتنا حسينيون حتى الظهور احنا الان من العاصمه بغداد وبالتحديد على جسر الدوره مثل ما جاي تشاهدون يعني خلف الزوار ما زالت الان يعني تسير نحو قبه الاحرار ابي عبد الله الحسين لاحياء الذكرى الاربعينيه لا وهي الحدث الاهم على مستوى بقاع المعموره بالتالي ملايين الزائرين ما زالوا لغاية الآن يتواصلون بسيرهم نحو قبة الأحرار فبالتالي راح نشوف الناس اللي موجودين هنا وأيضا القدام حجينا بسم الله الرحمن الرحيم الله يسلمك شلون قوة حيلك الله يسلمك كيف صاركم هنا احنا من يوم الجمعة نصبنا يوم الجمعة نصبنا وخدام للحسين أنا وولدي وخواتي نرحب بالزوار أميهم وشايهم ونقدم لهم الغاس مع الله واهلا وسهلا بهم خدام الحسين احنا خدام لهم الزيارة يعني حب الحسين حب الحسين هذا يشفع لنا ان ولاولادنا ولهن وكل وحدة متضايقة تندب الحسين يشفع لها بالطرف شنو نسوي ما بعد الزيارة احنا اليوم يعني الزيارة في الحالة الأخيرة تقريبا وصلنا وباقي اليوم مباشر فبالتالي منا السنة الجاية افترض شنو نسوي؟ ما سوي شلون ما سويت نفس الحالة اسويها أهم الأكل وخدمانتهم وأروح نزورهم ومن بطل من زيارتهم لو كل شيء يصير بالدنيا. هو المغزى من الزيارة الطعام ذو المعرفة. لا الطعام ولا على حب الحسين أنا أسوي للزوار أعرفهم ما أعرفهم أرحب بيهم. اي في دول قلبك اهلا وسهلا هلا يمه صباح قلبك الله يخليك ان شاء الله ان شاء الله والله الظهر سوينا مرقه باميه وتمن مرقه باميه وتمن هسه سوينا تشريد بعد شوي سوى كبه والقاسم الله على مدار ياسر احنا من 2007 من 2007 متواصلين نفس الخدمه الحمد لله والشكر ونتمنى يزيد بعد ونتمنى ما تبقى الصبح ايام وثمان ايام، انا اتمنى تبقى شهر واخدم الزوار بعيني ما دام جاي لابو السجاد والله العظيم او تفشير وياي وارحب الجاي واهلا وسهلا بكل زائر كان سني وكان شيعي وكان كردي كل احنا ربنا واحد وديننا واحد ونبينا محمد والحمد لله والشكر. خليني اسال سؤال افتراضي. تفضل. يعني لو كان هناك مثلا حدث او شخص او كذا يغرض انه يغرض الزياره يعني يحرفها يسوي نوعا ما لا لا ما يقدر ما يقدر ما دام الحسن ويانا وبخدمه الحسن ما يقدر لنا
لان حبنا الحسين ايش اقول لك يعني ما اقدر اوصف لك ايش ما ايش ما يعني ما يوصف حب الحسين. واحنا بالنسبه لنا نسوان يعني عايز زينب مظلومه ما تعني زين هسه احنا ايش ما نسوي يعني ما نوصل ايش اقول لك ليش دام زينب ما نوصل لها والله العظيم ايش ما نسوي ايش ما نخدم الزواج ما ايش اقول لك بعد هاي الموقف يعني هسه الزائرين اللي جاي يجون تحملين الشمس والحر وجوز يمشون يومين او ثلاثه بس سفايف ذاك الوقت اي يعني السفايف لا ماي لا ماي مثل هسه الزوار وحط معي الزوار لا ماي لا اكل لا مداراه الشمر نعم تطلع عليه الاطفال اذاهم اذى زينب عمت عيني اذى السجاد العلي عمت عيني وسوى اهل البيت كارثه ما تنسي مدى ايش اقول لك مدى الحياه ما تنسي كارثه اهل البيت. مو يفترض سنه عن سنه انه احنا سنه عن سنه نزود بحب الحسين سنه عن سنه ابتداء من اليوم مباشر يعني من اليوم مباشر وللابد حب الحسين بقلوبنا ما ننساه نهائيا جيل بعد جيل احنا ما ننساه الحد الضروري المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه نبقى هاي خدمتنا منا لحد ما الله يفرجها سبحانه وتعالى واشكرك عدت قوله قلتيها من الساعه هذا الزوب وياك هاي ما ترها ما اريد معناها بقى. معناته يقول بما انه انت لازمه انا لازمه تفتشير اقول تفتشير هلا ودوه وياها وخاف على الدرب خطاري الفاحل بعد قبل وهي ميتة تعزب وهي ميتة تعزب فين معزب يبقى معزب يعزب للصديق وللغريب اي واحد عراقي وكان عراقي حطه على روسنا نحطه بعد ان تعرفنا ولد الملحه بدوال قلبك الله يخليك يبارك فيكم حجي تعال سولف لنا على مشاعركم وانتم بدنا الخدمه مشاعر مرتاحين فرحانين ودنا هاي خدمه الحسين الظهر مو اسبوع شهر شهرين احنا بخدمه الحسين مستعدين شهر شهرين مستعدين لكل شيء ونرحب بزوار الحسين ونخدم الحسين احنا شنو احنا هسه احنا وين الحسين هسه مو المفروض الناس تتعظ هاي الموجودين يعني ناس تتعظ من امام الامام أيه. الحسين على قضيته أيه. خصوصا انهم الموجودين يقودون الدفه الحكم يسوون الحكم ويسوونها واحنا نتمنى هسه تكون قضيه الحسين بذاك الزمن هسه مو كانت ذيك الاوليه واحنا ايش الحق من الحسين؟ عمت عين على زينب بشت منها سبيه وروس اخوتها قدامها والحرم والاطفال واسيره والضرب والجوع. احنا شنو هسه مي بارد وبروده وهاي واحنا محترين. ايش الحق من عندها؟ ايش الحق من تراب رجليها الزينب؟ واحنا نشكركم ونشكر الكادر ونريدكم كل سنه وكل عام هيك خدام الحسين. والله فيكم البركه. كل سنه وكل عام هيك خدام. نتمنى كل سنه نشوف. ايه. كل سنه وكل عام قدام الحسين نتمنى يكون شهر ظل الزياره مو هيك سبع ايام خمس ايام ولا شيء بس خدمه لو نخدم الزوار يعني قصدي ادري بس هو اليوم انا جاي اقول اليوم احنا المغزى من الزياره فقط طعام وكذا لو لا. معلومه لا. معزه الحسين شهيد كربلاء غريب الغربه ابو علي ايش الحق من عنده ابد ما نلحق شيء وابد هذا حكينا كله هيك ايش فايتنا نضلنا خدمه ايش فايتنا بذاك الزمن احنا موجودين؟ سويت؟ فروخ الملحه ما تسكت. والله ما تسكت فروخ الملحه. ما تسكت. وعلي ما تسكت. نتمنى بهذاك الزمن زمن حسين هسه. على عبد الله الرضيع ما تعطشان ويا بس نحره ايش نلحق؟ لو على رقيا ما تتعدى نحر ابوها. موجود هم يعني. نفس الطريقه ونفوز فيزا عظيما. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يسعدك بعد قلب الله يحفظك الله يسر عليك الله يحفظك الله يقوي الله يحفظك خلينا نبدي بدايه انه تغطيتنا حسينيون حتى الظهور انتم اليوم كخدام كزائرين هم حسينيون حتى الظهور بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اولا انا اشكركم على التغطيه وان شاء الله يسدد خطاكم واجعلكم من خدمه الامام الحسين موكب خدمه اهل البيت اسسه خضر فياض وعباس الدبي واحنا ان شاء الله كل احنا خدام بهذا الموكب الجاي نقدمه للزوار هو شيء بسيط اما انتم ان شاء الله نكون احنا وياكم ايد وحده لخدمة الإمام الحسين أنا اللي عندي ما عندي هواي عندي جاي أقرأ لك هوسة تقول قائد من نجا ومن مشى مكحل العين
قائد من نجا ومن مشى مكحلي العين هضيمه لرمح حط راسه براس حسين. اجا مثل الضوى ينشاف كل الزين بوجه واحد ابو السجاد مو وجهين بوجه واحد ابو السجاد مو وجهين. حسين الما يخدم لك عميات عيونها حسين الما يخدم لك عيونها حسين الما يخدم لك عميات عيونها حسين الما يخدم لك عيونها حسين. وإلى ابو الفضل عباس اقول نزل بالمعركه لوح واجاه النار وبس العدريش الحمى بروحه وطار. نزل بالمعركه لوح واجاه النار وبس العدريش الحمى بروحه وطار. ترى العباس قصبيهم صغار كبار ترى العباس قصبيهم صغار كبار وما شال ايده قدام الطف ايده قدام الطف ايده قدام الطف. واحنا بخدمتكم خدام يا بعد الله يحفظكم. هذا الوعي مشوف قدام الحسين هاي المعرفة يعني أكيد أنه إن شاء الله دائما على خطى الحسين خطى الإمام سيد أبو عبد الله الحسين. فبالتالي اليوم أيضا الزائرين الموجودين إحنا نقول أنه الزيارة يحتاج لها معرفة يحتاج أكيد. هذا الوعي كل سنة وعلينا نبدأ من باكر تنتهي الزيارة أو بعد باكر يبدأ هذا الوعي وتبدأ الناس أنه من السنة الجاية تحضر. الزاير اليوم إلى دور والخادم إلى دور. اليوم مو خلصت الزيارة وأنا نسيت الإمام الحسين. شعار الإمام الحسين ترى ما تنتهي مو بس بمحرم بكل وقت شعار الإمام الحسين مستمرة. الزاير وأنا وكلها موجودة تظل مسيرة الإمام الحسين. فإحنا خلنا نقرأ لك بعد المرد يقولون نقرأ بعد. أقول أخذ رخصة من أخي ونزل للميدان أوصات من المخيم يا قمر عدنان على وبالحسين المو بقد حسين. صوت من المخيم يا قمر عدنان على وبالحسين المو بقد حسين. وين اليوم حرم تمام طلع لسان وشايل رايته ومدخن العباس عركه وشب الحدر سرفن الهردان. قال اليوم احط نيشان مو بالجيش وبوجه ما يريد اليوم احط نيشان. قال اليوم احط نيشان مو بالجيش بوجه ما يريد اليوم محض الشط من شاف الكافل ضم شوف رجال شط من شاف الكافل شوف رجال شط من شاف الكافل. وانا خادم ابي لحق على الجدر. شكرا جزيلا. شلونك حبيبي تفضل. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم. بالتالي يعني مثل ما شفتوا هنا الروحيه والحماسيه اللي عد خدمة الإمام الحسين يعني لغاية الآن ما متعازين ما متقيدين ويتمنون أنه تستمر الخدمة شهر أو أكثر وبالتالي هم مستعدين. وأيضا بالتالي يعني الوعي الموجود عد الخدام معرفة الإمام الحسين من الآن من هذه الساعة هم يعملون للسنوات المقبلة السنة الجاية ويحضرون معداتهم حتى يخدمون ويبقون بخدمة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. متواصلين وياكم لكن ناخذ فاصل وراجعين. شكرا زميلي علاوي أحمد من بغداد وحياكم الله مشاهدينا الكرام وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء وتقبل صالح أعمالكم بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الزيارة الأربعينية المهمة صاحبة الشأن العالي عند محبين أهل البيت عليهم السلام اللي يقصدون بهذه الزيارة إلى كربلاء المقدسة قبر أبي عبد الله الحسين وأخيه أبا الفضل العباس لاستذكار هذه الفاجعة الأليمة فاجعة الطف. الجموع البشرية تتجمع بكربلاء المقدسة سنويا من كل بقاع العالم. السنة اللي مضت تتجمع أكثر من 16 مليون زائر محب لأهل البيت ومحب للقضية الحسينية الإنسانية في كربلاء المقدسة. التوقعات هذه السنة من محافظة كربلاء المقدسة أنه ممكن توصل الأعداد إلى أكثر من 20 مليون زائر. حدث مهم بالتأكيد على مستوى العالم لكن للأسف مثل هذا الأحداث وهذا الحدث المهم نشاهد الإعلام العالمي والإعلام الغربي يتجنب هذا الحدث وما ينقلب الصورة الصحيحة على الرغم من أهميته وعظمة هذا الحدث. والبعض الآخر صار يستهدف هذه الزيارة الأربعينية ويستهدف زائري أربعينية الإمام الحسين. بالتأكيد كل هذه الأمور ما تأثر لا على الزائرين زائري أبي عبد الله الحسين ولا على أصحاب المواكب خدمة أبي عبد الله الحسين وزائريه. إحنا اليوم متواجدين
في طريق النجف كربلاء طريق يا حسين تحديدا عند العمود 448 لمواكبة هذه الزيارة، مواكبة الزائرين واللقاء بهم ومعرفة أوضاعهم. وأنا أحد أصحاب المواكب الحسينية، حياكم الله. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الله صالح عمود. حياك الله حبيبي، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي العالم الإسلامي والمسلمين عامة بذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. تشرفنا باستقبال الزوار في موكبنا وقدمنا لهم طبعا اللي نقدر له. موكبنا تأسس سنة 2012 زين. طبعا احنا الخدمة الحسينية وهي مشهودة لأهل النجف، الخدمة الحسينية توارثناها أبا عن جد. طبعا بديناها بالشوادر، بعدين الله وفقنا ورزقنا سوينا الحسينية بإمكانيات بسيطة، جاء نخدم هاي الأعداد المليونية ونقدم لهم خدمة ونتشرف بهذا الشيء. هذه الخدمة شو تمثلكم أنتم اليوم كأصحاب مواكب؟ اليوم الزائرين المتواجدين ما منقطع يعني قدومهم إلى كربلاء المقدسة وتوجههم على مدار 24 ساعة، وتقريبا السائر كل شيء يحتاج. هذه الخدمة أنتم شنو اللي تمثلين؟ والله إحنا يعني بإمكانياتنا المحدودة طبعاً نقدم الطعام 3 وجبات، وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء، بالإضافة إلى الماء والعصائر. طبعاً مستمرين على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى الشاي. شنو تعتبروها هذه الخدمة؟ طبعاً هذه خدمة زوار أبي عبد الله الحسين من جميع دول العالم، هي شرف إنا نحن كعراقيين، وهذا الشيء مشهود إنا بالكرم بالكرم لزوار أبي عبد الله الحسين. السائر اليوم اللي يجيك تسأله أنت من وين، شنو طائفتك، شنو عقيدتك قبل أن أقدم لك؟ والله هو بالأول والتالي هو زائر الإمام الحسين عليه السلام، بغض النظر عن هو من دولة عربية أو دولة إسلامية أو غير دولة، هو كان زائر الإمام الحسين. موفقين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. حياك الله. طبعا بعض الخدمة مشغولين بالإمام الحسين وزائري أبي عبد الله الحسين. عبدتك زار أبو خالد. السلام عليكم. هاي الأعداد مستمرة متواجدة، المواكب الحسينية توصل من مختلف الدول من مختلف المحافظات العراقية لإحياء هذه المناسبة المهمة والحدث الأهم. السلام عليكم. لا ما بي عليك. ما دبرها. السلام عليكم. عمو كل سلام. شلون صحتك؟ الحمد لله. وين رايح اليوم؟ كربلاء لأبو عبد الله. كربلاء الإمام الحسين. أي. منو علمك على هذا الطريق؟ منو زرع بداخلك هذا الحب للإمام؟ أبو عبد الله. منو علمك على هذه الزيارة؟ الحسين. حسين، أنت وجماعتك جاي له ويا أهلك؟ لا، جماعتي وأهلي. كلكم جايين؟ أي. موفقين إن شاء الله، توصلون بالسلامة. رحم الله والدي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. من وين؟ الإيران. إيران ياز. منين طريق جيتك إن شاء الله؟ كربلاء. كربلاء. موفقين إن شاء الله. موفقين إن شاء الله. نعم نعم. مشاهدينا الكرام مستمرين بتغطيتنا ولقائنا للزائرين. السلام عليكم حاج. تفضل. الله. السلام. زائر حضرتك؟ أي إن شاء الله. من النجف. من النجف الأشرف. أشرف بي. الله يسلمك. هذه الزيارة وإحياء هذه الزيارة وإنه أنا لازم أجي لكربلاء المقدسة مشي، ما أجي بسيارة أو بوسيلة ثانية، شنو تمثل لك شخصيا؟ شخصية كربلاء شخصية ما لها مثيل. أنت شخصيا هذه التجربة شو تمثل لك المشاركة بأربعينية الإمام الحسين؟ الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أربعينية الإمام الحسين هو مصحاب سيد الشهداء عليه السلام، حرقة في القلوب، حرارة لم تنطفي أبدا. زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والشعب العراقي والأمة الإسلامية جميعا، هذه سنة تشارك بالزيارة؟ هاي هو احنا من كنا صغار، من كنا صغار احنا كنا نشارك، كنا نجي على شارع كربلاء من هنا، هذا فارغ ما في. العناء البعثيين كانوا يخلون الزوار الناس الطيبة تخلي حبوب ماي وشربات يكسروهم يجون دول العناء. وشوف الناس مرة تجي على شارع كربلاء ومرة تجي على الجدول. زين سنة من السنة راحت على الجدول 135 كيلومتر صارت من ذاك الوقت. زين والحمد لله وصلنا غصبا عليهم، وكتلة وذبحة وما فاد، ما قدروا كل شيء يسوون ولا وصلوا. انت يا ابو عبد الله في شبك من ذاك الوقت تشارك بهذه الزيارة، ايش اختلف عندكم الوضع حاليا عن قبل؟
والله يعني عن من يعني عن جهة ايش نختلف يعني مثلا يعني عن من ناحية يعني كصعوبة الوصول الخدمة الحسينية باقي التفاصيل اللي يحتاجها اي زائر متوجه لأبي عبد الله الحسين. ما اختلف شيء عندنا احنا ذاك الوقت كان ماكو خدمات في السائر صراحة كنا ملاحقين من البعثيين والأمين تدري بها يعني هاي الامور كلها تاريخنا زين. فالان يوم براحتك تمشي تروح تجي تلطم يعني قبل ضغط ما تقدر تسوي هوسه ما تقدر تسوي زين. فكانت امور هواي اختلفت يعني الحمد لله وشكرا صار يوم براحتنا نروح ونجي ونقدر نسوي عزاء. اكو صعوبه كانت قبل بذاك النظام بالنظام صعوبه الجديد. ورغم الصعوبه ورغم الخطوريه اللي كانت بيها احنا كنا نتحدى ونطب احنا اطفال صغار شباب كنا من خاطر باي شيء زين. كم شلون الامين وبدأوا يحاسبونا والحمد لله الله واهل البيت وفي الله عباس قبر بني هاشم وابا عبد الله حسين طلعنا. وايضا في بيوتنا كانت مجالس يعني احنا عدنا يعني الامن دخلوا خلى رجل بالعتبه بالقدام بالعتبه ورجل بالشارع زين. وكانت اقراص الحسينيه بالبراني على السيدي زين شاهد الله عليه. وهذا انا بدرب الحمام الحسين عليه السلام احكي هاي دفع العباس عليه السلام قمر بني هاشم قال ارجع. كان جاينا في المتوبه الايراني استوى طابلينا كان يجينا من سوريا نوزعهن بالنجف مؤسسه الفقمه للتسجيلات الصوتيه زين كانت. فكنا نوزعهن حتى جبنا القرص مال شلون الجيش طب الكربلاء ايامها. بالتالي حجينا هو تحدي. السر بهذا التحدي شنو اللي زارع حرقه هذا التحدي بنفوسكم؟ هذا في نفوسنا وفي ابائنا وابائنا ابائنا واباء ابائنا. نعم. يعني هي متجذره بالاجداد والاباء يعني في الاصلاب. يا علي يا داح الباب كنا نهتف يا داح الباب كنا احنا بالاصلاب مو شيء ما ايه. فهذا شيء هذا متجذر باجدادنا وابائنا وامهاتنا رغم الطغاة. هذه السياره والمسيره مستمره. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتوصلون بالسلامه. اتمنينا ان نكون ان نستشهد في هذا الطريق او ننقتل نسمع انفجارات واحنا في ذلك الوقت نستمر يعني احد من سقوط الطاغيه المجرم مستمرين يعني في يومنا فوق من خان سمعت الدبه قريب كربلاء شالت الوادي مدقتها زين. قالوا انفجار قالوا امشي يلا انفجار شي ولا انفجار زين على الوادي وتبار الدرب. هي مسيره تحدي حج خلينا نلتقي حياك الله اهلا وسهلا اهلا بك. تعرف على حضرتك؟ الاسم داخل الزيادي من يوم محافظه سماوه. اهلا وسهلا. نعم نحكي انا وابوي ان شاء الله عن التحديات اللي كان يمر بها الزائر بذاك الزمن نظام الطاغيه. كل هذه التحديات وزياره اربعينيه الامام الحسين مستمره الى اليوم. هذه الزياره برايك شنو تمثل لمحبين اهل البيت شخصيا؟ انت شنو تمثل لك لما تطلع من بيتك وتتوجه الى ابو عبد الله الحسين؟ نعزي صاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل مصاب سيد الشهداء ابو عبد الله الحسين. نعم. وان هذا المسير هذا طريق اصلاح لما ابداه الحسين سلام الله عليه في هذا الطريق وأبدل عياله واخوانه وجميع ما يعز ويقوم في هذا الطريق الشريف. هذه التحديات اللي تواجهوها بذاك الوقت كانت تمثل لكم دافع قوي حتى توصلون لابو عبد الله الحسين؟ نعم. التحديات اللي بدات من النظام البائد تحديات كانت يعني صعبه كلش يعني كانت بشكل انفس يلا توصل الى الامام الحسين مسيرا يعني ما تمشي مثل هذا المسير هذا العظيم تمشي ويل المشاريع تمشي ويل اثناء المسير بالنهار ماكو ممنوع يعني الرفاق الله يلعنهم والامن والرفاق والتشكيلات كلها مبادره مفارز ناسبه كمال لزوار الامام الحسين. الحسين قضيه انسانيه يعني ذاك النظام كان يعتبر عدو الامام الحسين. نعم يعتبره عدو لنظام البعث اللعين عدو. رغم ذلك ذاك الطريق كان ذاك الطريق هو عظيم الله يتقبل منكم رغم المشده والعناء كان عظيم وعظم
وهذا ثمرته هذا الطريق. هو حب الحسين هذا سر الثبات، واليوم نشوف الحمد لله مو بس انتم المتواجدين، نعم حتى ابنائكم اشكال، يعني اذا واضحه بالصوره الابناء والاطفال، هذه بالتاكيد راح تخلي مسيره الامام الحسين مستمره مثل ما ذكرنا انه هي مستمره من اكثر من 1300 عام، وراح تبقى مستمره بثمرة حب الإمام الحسين، وهاي الأجيال نشوفها. هذه الأطفال ربطت على هذا المسير وربطت على خدمة الزوار، والله ربطت على هذه الخدمة. بارك الله بيك. نعم ونشكر قناة الأيام لهذا اللقاء الجميل، ونعزي كل الأخوان جميعا. وفقكم الله حاج، حياك الله. الله يحفظك. عرف على حضرتك. أحمد عواد من أهالي الناصرية قضاء الشرة. شرف انت كلك شرف، الله يوفقك. الله يحفظك بيت. الله يوفقك. عفوا. تفضل يا عمي. بزياره عاشوراء دائما نقول اني سلموا لمن سالمكم وحربوا لمن حاربكم. برايك اليوم احنا لازم ويا منو يكون لنا سلم ويا منو يكون لنا حرب حتى نستمر بطريق الامام الحسين عليه السلام؟ احسنت، بارك الله فيك. اعزي صاحب العصر والزمان ورجل العظام بذكرى أربعية الامام الحسين عليه السلام. طبعا هو السلم بحد ذاته موجود. من زمن الرسول الحمد لله والشكر. والحرب موجود، الحق واضح والباطل واضح. مسيرة الإمام الحسين عليه السلام لا تتجسد بكلام بسيط، لا تتجسد بأطروحة وبحوث وكلام كثير. نعم، فخدمة الحسين عليه السلام ما تعوض أبد. أكل يوم تشوف من يحارب هذه المسيرة وهذه الزيارة الأربعينية؟ طبعا الفكر اللي محدد او فكر غير واعي اللي هو ينتقد بعض السلبيات البسيطه، فهي مو وارده ممكن تصير باي مناسبه. جاي نحكي عن 16 مليون زائر، اكثر من 16. صحيح صحيح. فهاي كلها سلبيات بسيطه قليله تمر على المجتمع، هاي الناس تتناقلها بصوره سريعه، فهاي بئس لها. ان شاء الله ما تتكرر بالسنين القادمه ان شاء الله، باعتبار ان الحدث الاهم هو الاربعينيه وزياره ابي عبد الله الحسين ومواساته. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. حجينا ذكر جزئيه مهمه. اخونا الزائر اللي من الناصريه قال اكو اليوم حرب على هذه الزياره واكو استهداف لهذه الزياره، والبعض لا صار ما يغطي هذه الزياره. الاعلام العالمي الغربي مثل ما ذكرنا في بدايتنا ما يغطي هذه الزياره، ما ينطيها هذه الاهميه. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ والله هو اللي ما يعني هذا الشيء الإعلامي هو اعتيادي من الناس اللي تكره الإمام الحسين عليه السلام واللي ضد الإمام، لأن الإمام الحسين حق. نعم. زين، وأكثرهم لحق كارهون. زين، فهذا الحق هو أكثرهم لحق كارهون ما يردون هذا الحق يصعد. زين، بس حتى لو هم ما يصعد الله سبحانه عز وجل يتم نوره. أكيد. شعار تغطيتنا هو حسينيون حتى الظهور بقناة الأيام. شعارنا هو حسينيون حتى الظهور. أي والله، هذا شعار شنو يمثل لك؟ والله شعار، هذا هو تاج على الرأس وفخر واعتزاز، وقناة الأيام قناة جيدة إن شاء الله حسينية وتبقى حسينية، وإن شاء الله كل احنا نشجعها إن شاء الله بخدمة الإمام الحسين، لأن كلكم خدام الإمام. الله يوفقكم حاج، الله يرزقكم إياها إلى عاميها كلكم إن شاء الله، وكل القنوات اللي تنقل هذه المسيرة مات الإمام الحسين هي كلها خدام الحسين وكلها مجاهدة إن شاء الله، حتى لو كانوا قاعدين بالبنايات مال الإذاعات، هو هذا جهاد في سبيل الله وخدمة للإمام الحسين عليه السلام. وفقكم الله حاج. الله يحفظك. إن شاء الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. السلام. نعم مشاهدينا الكرام، مستمرين بتغطيتنا لمواكبة زائري أبي عبد الله الحسين، ومثل ما نشوف هذه الزائرين وهذه الشخصيات الأطفال والكبار والنساء الكل متوجه بطريق بتواجد بطريق يا حسين ومتوجه إلى كربلاء المقدسة. زائرين ما شاء الله متواجدين، حياكم الله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف على حضرتك؟ سلام صابر من ناصرية من قضاء النصر. هذه أول سنة تشارك تجي مشهد عبد الله الحسين؟ لا كل سنة نجي تقريبا 10 سنة 11 سنة نجي. كل سنة تروح للزيارة، ليش تروح للزيارة؟ ليش تروح للإمام الحسين؟ شنو خصوصية الإمام الحسين بالنسبة لك؟ أول شيء هو رمز للحرية، رمز للوحدة والحرية، رمز للدين والإيمان، لأنه هو ديننا كله مبني على الإمام الحسين. طبعاً الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل الدين، بس الإمام الحسين كمل الدين. لولا تضحية الإمام الحسين أو روح الإمام الحسين وقتالية الإمام الحسين هو وعياله وأصحابه لما كان الدين مستمر الآن. نشوف هاي المسلمين كلهم، هاي وحدة. الشغلة الثانية، الإمام الحسين يعني نعتبره الكل الزوار الأربعينية، ومو بس زوار الأربعينية، كل الناس ما تجي الزيارة، كل المسلمين بالعالم يعتبر نور الهداية للمسلمين كلهم.
احسنت احسنت بارك الله فيك. جزئيه مهمه ذكرتها هذه المسيره اليوم احنا نشوف مواكب الخدمه موجوده. هذه المواكب بالتاكيد لها اهميه وتنطي للزائر كل اللي يحتاجه. لو انه هذه المواكب ما متواجده برايك راح تنقطع الزياره لو راح تبقى موجوده رغم كل الصعوبات؟ الزياره ما تنقطع، لو ان تنقطع كان انقطعت قبل بزمن صدام. يعني زمن صدام كانت لاكو مواكب، لا تغطيه اعلاميه، لا تطلع بالنهار وتمشي بس بالليل وبالخفيه، قطعوا منهم الدين، قتلوهم، سجنوهم، واستمرت مسيره الامام الحسين والحمد لله والشكر. كل من عاده هلك وهو باقي الامام الحسين وكل العالم تشيله. احسنت الله يوفقكم وتوصلون بالسلامه ان شاء الله. نعم احبتنا المشاهدين متواصلين بهذه التغطيه ونترككم مع مشاهد مميزه ومشاهد جميله جدا لزائري ابي عبد الله الحسين وهم متوجهين الى الامام الحسين الى كربلاء المقدسه الى قبله الاحرار. حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضه الجنان له في الاربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور سرى ركب إلى أرض السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من مهدوا دب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور تحية للزميل عباس رشيد اللي مستمر أيضا بتغطية تلك الزيارة الأربعينية المباركة في نفس الطريق طريق لبيك يا حسين الرابط من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدس. أحبة المشاهدين شاشة قناة الأيام الفضائية مستمرة بالتغطية المباشرة ومختلف كوادرها إن كانوا مراسلين ومقدمي برامج بمختلف المدن والمحافظات العراقية التي تتشرف بتلك الزيارة الأربعينية. طبعا احبت المشاهدين اليوم تغطيتنا مختلفة اسئلتنا مختلفة بعد ما عرفنا الخدمة الكبيرة اللي قدموها خدام الزائرين واصحاب المواكب. عندنا ايضا اسئلة مهمة جدا ايضا تخص هذه الزيارة الأربعينية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الله يساعدك مرابط هذه الايام كلها. الحمد لله نحمد الله وشكره على هذه الخدمة. نحن صار لنا 10 ايام في هذا المكان نخدم زوار أبو عبد الله وأبو عبد الله ونبقى لآخر يوم آخر زهر في هذا الطريق احنا باقيين هنا نخدم زوار أبو عبد الله والحمد لله. شو الشكر لله. بعض الأسئلة اللي ممكن أريد أجوبتها من حضراتكم وأنتوا أهلا لتلك الأجوبة لأن اليوم أنتوا يعني مذوبين بعشق الإمام الحسين. الحمد لله. الله يخليك حجي. حجي السؤال، احنا تغطيتنا عنوانها حسينيون حتى الظهور، تقدر تفسر لي هذا؟ الحمد لله ان هذه المسيره العظيمه ان شاء الله هي مقدمه لظهور الامام ونحن باقين ننتظر ان شاء الله. نعم ونحن باقين ننتظر ظهور الامام. هاي الحشود والملايين التي تسير الى كربلاء هي مقدمه لظهور الامام ان شاء الله ونحن منتظرين ظهوره ان شاء الله في هذه الايام ليخلص العالم والبشريه من الظلم الظالمين والفساد ان شاء الله وليسود العدل والسلام في العالم كله ان شاء الله حجي. ايضا اريد اكو موضوع اكو بعض الفئات بعض الاشخاص دائما تسيء الى الزياره الاربعينيه تحاول تستنقص من الزياره الاربعينيه شنو السر؟ ذولا هم النفوس الضعيفه ذولا المندسين الذين يخربون على زياره الحسين ذولا اطلاقا مو شيعه اطلاقا مو مناصرين للامام علي للحسين عليه السلام مو شيعه كل الانسان مخلص لابو عبد الله ما يشوف مسيره ذولا هم قاعد يشوفون المسيره ويطلعون يبثون فيديوهات على الزياره ذولا معرضين مغرضين المفروض تقتص منهم السلطات لان ذولا يخربون على زياره ابو عبد الله. شنو اللي مخوفهم بالزياره الاربعينيه؟ شو زياره مسالمه
ونزور حبيبها الإمام الحسين، شنو المخوفهم من الزيارة الأربعين؟ إن شاء الله ماكو خوف، بس إحنا نخاف من الأشخاص المندسيين اللي جايز يعقلون الزيارة أو يحدثون لهم بلبلة بزيارة، نخاف من دول الأشخاص، وإن شاء الله هم قليلة، وإن شاء الله ببركات قواتنا المسلحة وبركات الحش العظيم إن شاء الله نقطع عليهم بحول الله. إن شاء الله. تحية لك، شكر، الله يخليك، حظك حاس، ارتاح، حبت عليك اليوم. أحبتي المشاهدين، يعني اليوم مثل ما تكلم الحج بموضوعة أنه أكو بعض الناس اللي يثيرون حقيقة زيارة رغم سلميتها، رغم أنه ناس رايحين إلى إمامهم يعزون إمامهم بأربعينية عظيمة مستمرة لسنوات، ولكن للأسف بعض الأقلام المأجورة، بعض الإعلاميين المأجورين، بعض البيجات المأجورة، بعض قنوات الفتنة تحاول أما تسرق الأنظار من تلك الزيارة أو تسيء إلى تلك الزيارة العظيمة اللي مستمرة سنوات وسنوات. هل أيضا ندخل إلى الأخوة الزائرين؟ هل يدخل؟ السلام عليكم، شلونك أخوي؟ شلونك؟ بارك إن شاء الله. الحمد لله، نعم الحمد لله بخير، الله يخليك. عرفنا خدمتكم والتقينا ويا حضراتكم ويا اصحابكم، عندي بعض الاسئله البسيطه اللي تخص الزياره. اكو بعض الناس تسيء الى الزياره وتعتبرها فد انه هي فد عداء او شنو المخوف من زياره الاربعه؟ والله اكو ناس، اكو يعني بعض الناس، مو هو شخص واحد ما يعمع الكل. اي صحيح، فاكو بعض الناس يعني يسيئون للزياره، يسيئون ما يعرفون الحسين على شنو استشهد. اي هاي الامور هي يعني يسيئون، ما يعرفون شلون يصرفون، ما يرون يعني ما يعرفون هو الحسين شنو، لان يمشون بطريقه ما يعرفون علي على شنو استشهد. فشوف الناس مغرضه، اكو ناس يعني تحقد على هاي الطريق، على هاي العالم تحقد، اكو ناس تفسر هذا الحقد ليش؟ ما نعرف ليش. انا بالنسبه لي ما اعرف، يعني شوف العالم هسه هاي كلها قلوبها بيض، ما لا حاقد على واحد، لا شوف، ما تعرف. شعار وعنوان تغطيتنا لهذه السنة هي حسينيون حتى الظهور، هل أكو ارتباط بين هاي المسيرة وبين ظهور قائم آل محمد عجل الله فرجه؟ أكيد أكو، أكيد أكيد أكو. شنو الربط؟ الربط هي مثل ما الحسين طلع الحق، فهو اللي حكيته يعني. أي؟ ارتباط قضية. قضية أكيد. الله يخليك، رحمه الله. شكرا جزيلا. اليوم يعني لما نلتقي بفئتين عمريه، فئه الشابه والفئه الكبيره ربي يحفظهم، وبهذه اجوبه بسيطه تتكلم عن فطره حميده وفطره انسانيه جميله، انه هذه المسيره هو اكو ارتباط كبير جدا بينها وبين قضيه الظهور، لذلك ارتأت اداره قناه الايام الفضائيه ان تسمي هذه التغطيات المباشره بحسينيون حتى الظهور. ولأن العراق أرض الظهور، فيجب اليوم التشبث بهذه القضية المهمة، بهذه الأمور الحقيقة، اللي شيء اللي نفتخر به اليوم. العراق ماكو شيء عالميا يفتخر به بقدر ممكن حضارة قبل 7000 سنة، وأيضا والشيء اللي بالحاضر اللي نفتخر به هي الزيارة الأربعينية. طبعا أحبة المشاهدين، أترككم مع هذه الصور المباشرة لهذا الزحف المليوني الكبير. وخضوا بالدماء نفط القيادة، مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء، سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناديون طول العصور، حسينيون حتى الظهور.
المسيرة وناهيون أصحاب البصيرة مع السجاد ساروا والأميرة فقد ضلت بلا حام العشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء سوى أهل الفداء وزوار السماء فدائيون تفدي النحور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور أنوار الهداية عليهم راية العباس آية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار لقائيون حشد الثغور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، ونحن الآن على جسر طويريج، هذا الجسر المكتظ بآلاف السائرين إلى كربلاء المقدسة في تحد لكل ما هو مخيف وما هو إرهابي، وتحد لكل القيم والأفكار التكفيرية والهدامة بهذه القيم وهذه التضحيات الحسينية. اليوم ونحن على هذا الجسر، هذا الجسر الكبير الذي يجسد تضحية أبناء العراق، يجسد هذا التجمع المليوني الكبير بنحو كربلاء المقدسة، معي أيضا ناشطة مدنية من محافظة من قضاء طويريج تتحدث معنا عن الدور النسائي في هذه المسيرة المليونية. تفضل تحدثي عن المسيرة، عظم الله لك الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ربما يسأل السائل، لماذا كل هذه الحشود؟ لماذا كل هذا اللطم؟ أكل هذا من أجل شخص قد استشهد منذ آلاف السنين؟ فأقول لهم إن واقعة كربلاء ليست قصة تروى في الكتب، ليست حبر على الورق، إنما هو إحياء لذكرى الحسين. هذه الذكرى التي تبقى دائمة في القلوب وفي العقول وفي الضمائر، حيث تمسك بها المحبون جيلاً بعد جيل وعاماً بعد عام، وبعد كل هذا الزمن الطويل وصلت إليه الآن الدموع والدموع والدموع والسواد 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 واللطم على الصدور. فبقي الحسين في قلوبنا وفي عقولنا ناراً لا يخبو لهيبها. تعلمنا منه دروس الفداء، تعلمنا منه معنى الصبر، تعلمنا منه كيف نكون مظلومين لننتصر. ولكن لماذا كل هذا العزم؟ لماذا كل هذا الإصرار؟ هذا لأننا هنا نحيي دين محمد، هذا لأننا هنا نجدد هذه الذكرى الحزينة التي هي أم مصائبنا. وأقول لكل العراقيين الأباه،
أقول لهم كفى حقدا، كفى تعصبا، كفى تطرفا، وأقول لكل الحاقدين الذين يريدون النيل من مبادئنا، والله والله ليس القتل ولا التخريب ولا المقابر الجماعية ولا الإرهاب يحول بيننا وبين الحسين، ويبقى النداء في حناجرنا في عراق اليوم. هل من معين يعيننا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ فهل من ملب لأنينك وندائك؟ نعم، لقد هبت الملائكة وهبت الأخيار وهب كل ضمير حي لنصرته. فأين نحن منك يا حسين؟ فأين نحن منك يا عراق؟ وأقول أيضا لكل الحاقدين كما قالت السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مجلس يزيد: يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله والله لن تستطيع أن تمحو ذكر محمد، لن تستطيع أن تشطب اسم الحسين، هذا الاسم الذي ينطلق من عروقنا ومن قلوبنا. ونحن اليوم جئنا لنلبي النداء ونقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. نعم، هل تعتقدين أن هذه المسيرة تنتهي بانتهاء الأربعين أم لابد من استثمارها أخلاقيا للسنة القادمة والموسم القادم؟ نعم، هذه المسيرة لن تنتهي إلى أبد الآبدين، لأننا نسير في هذا المنهج، نسير في هذه الإرادة الحسينية العظيمة منذ آلاف السنين وإلى الممات. وشكرا. احنا معنا أيضا شاب من قضاء طويريج عنده رثاء بسيط للإمام الحسين وهو عظيم في كلماته ومعانيه، تفضل. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاوش ونهيون أصحاب البصيرة مع السجاد سار ونهيون مثل هاكي بالحادي والحادي هاوشاب شكت وشق لي هاوشام هاوشام مدري شلون وصفن هاوشام شتم وحجار ظل يرمي علي شتم وحجار ظل يرمي علي وهذا والسلام عليكم. اسمك الكريم؟ مقتدى الفتلاوي. حياك الله. صاحب الموكب، صاحب موكب اخر متحدث ويانا صاحب موكب، كلمنا عن ضيافتكم عن مواكبكم، كيف ما هي القيمه المعنويه لهذه المسيره بالنسبه لكم كاصحاب مواكب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. نحن الان في قضاء طويريج، القضاء المبارك، القضاء الحسيني الذي قيمت به الرقبة الخالدة، رقبة أهالي طويريج. قضاء طويريج المدينة الحسينية والبوابة الشرقية لمدينة كربلاء تستقبل سنويا ملايين الزائرين الوافدين إلى سيد ومولاي أبي عبد الله الحسين من محافظات جنوب، من الجمهورية الإسلامية، من دول عربية، من دول أجنبية. بالنسبة لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين، خادمكم كفيل هيئة البقالين للشعائر الحسينية لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين ووكيل عميد رابطة أحباب الزهراء لحضور المجالس الحسينية بها. احنا خدمتنا بدأت إن شاء الله من يوم 10/0 لحد يوم 22. احنا زيارة تنتهي يوم 20، ما نعزل مواقبنا، نستقبل اللي راجع، ونسأل الله أن يحفظنا. الله يسلمك. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل، و شكر الجزيل لأهالي طويريج، ونتمنى لكم يعني الموفقية والسداد، وشكري الجزيل لكل من ساهم في هذه التغطية من في برنامج حسينيون حتى الظهور من قناة الأيام الفضائية. شكري لزميلي عباس رشيد الفلاح القرعاوي ظفر علي والزميل علاوي، ولكل الأخوة في الاستوديو، المخرجين والمصورين الفنيين إدارة، ومخرجين ومصورين ومراسلين وفنيين في كل المحافظات العراقية. يعني عظم الله لكم الأجر لتغطيتكم هذه المسيرة المليونية من
رأس البيجه وحتى طويريج، وهذه هي بوابة كربلاء. لبيك يا حسين. حياكم مشاهدي الكرام من العاصمة بغداد، ومثل ما جاي تشوفون يعني خلفي لا زال لغاية الآن الزوار مستمرين، خصوصا أهالي بغداد. يعني بغداد الزعفرانية اليوم طلعوا لربما وخطوا بالدماء نفط القيادة، ميدان العلماء رجال أو نعم. خليني أحكي لك أنا أول مرة طني أبيدي لو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وبهذه المناسبة وهذا المصاب الجلل نعزي صاحب الزمان والمراجع العظام بهذه المناسبة. موكبنا اسمه موكب أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، تأسس سنة 2005. من 2005 ولحد هاللحظة احنا نقوم انه باستمرار بإقامة هذا الموكب بثلاث وجبات باليوم، ريوق وغدا وعشاء، إضافة إلى ذلك تتخلل هاي الفترة توزيع الفواكه والحلويات والأمور الأخرى. وكل احنا نلاحظ انت وانا والموجودين كلهم انه هالحشود المليونية متحدين الأجواء الحارة والإرهاب، متوجهين إلى قبلة الأحرار، إلى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. رغم كل التحديات ورغم الظروف الأمنية، بس الحمد لله والشكر الأمور ماشية على قدم وساق، والأمور اعتيادية، والإخوان كلهم عندنا كادر نسائي خدمة من الصبح لليل، يخبزون خبز عروق وخبز سمسم وخبز اعتيادي إضافة للمأكولات الأخرى اللي يقومون بها. والشباب هاي ايضا من الصبح لليل خدمه مستمره بدون توقف، ان شاء الله موفقين وثواب واصل. اضيف اسال سؤال، انه اليوم هي الزياره او اجواء الزياره فقط مشي وطعام للزائرين وللخدام؟ لا وقفت عبره بالموضوع. لا اكيد عبره، هو الحسين عليه الصلاه والسلام عبره وعبره، اصلاح ايثار قضيه. فالحسين مغروس مثل ما يقولون بمشاعرنا باحاسيسنا بعواطفنا. فالإمام الحسين يعني مثل شو اسمه أكو قصيدة يقول: كل دم بشرياني كل دم انتهت باسمك يا حسين. فإحنا كل إحنا ولاءنا وخدمتنا وطاعتنا ومجهولنا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. حاليا يعني الزيارة شرفت على الانتهاء، وانت قلت من 2005 لحد الآن مستمرين، بعد ما تنتهي الخدمة شنو يفترض تسوون؟ والله الخدمة ما تنتهي، لأنه احنا نخلص منها عندنا زيارة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام 25 رجب، هم موكب مقام ووجبات وست سبعة أيام احنا خدمة، وراها تخلص نبدي بعشرة عاشورة، نبدي من أول العشرة إلى 13، هم نقوم مواكب العزاء والزنجيل والتطمير والأمور الأخرى. فاحنا استمرارية هاي ما تتوقف، بس هو يفترض اللي ماشي بالطريق يستمر بي يعني بالامور الاخرى، يعني مو مجرد خلصت الزياره انتهى كل شيء، لا اكو فد امور اخرى هوايه تترتب على الزياره. مثلا نتخذ عبره من هذه الزياره، وشنو الغايه، وليش طلع الحسين، وليش ضحب اولاده واطفاله واخوته وكذا، من اجل الدين، من اجل اقامه هذه الشعائر الحسينيه المباركه. والا ما تنتهي الشغله، الشغله مستمره. بس ارجع اعيد لك سؤالي، سلما لمن سالمكم، حربا لمن حاربكم، سلم لمن والحرب لمن؟ اكيد السلم لاصحاب الحسين، للموالين للحسين، للي ضحوا من اجل الحسين. اما اعدائهم هم اعداء الحسين مبينين، يعني انه شفت انت الضجه الاعلاميه الكبيره هسه على باسم الكربلائي، انه من وصفها على اساس عصابه وكذا، وهذه وش اسمه اختاروها بالتوقيت هذا لاجل ان يخلقون فتنه بين الشعب هاي وبين هاي الاطياف الموجوده داخل. سؤال ثاني عن هذا الموضوع، انه احنا نشوف القنوات العالميه على مستوى العالم تهتم باصغر حدث، اليوم حدث اهم حدث بالكره الارضيه، اهم حدث يعني بالعالم، ما جاي نشوف دول عفوا الاعلام الدول مهتم بالقضيه، وهم ما يرجون يطوه هذاك الزخم الكبير للزياره. وهذه
شافوا الزيارة مليونية تجاوزت يمكن 20 أو 25 مليون، فما يهين لهم هاي الأمور تصير، وخصوصا عند الشيعة، شيعة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. فلذلك أصغر حدث شوف يهتمون به وحتى يقللون من قيمة هاي الزيارة. بس هاي الزيارة تبقى ومرور السنين تكسر ما تقل، وتشوف أنت من جميع أنحاء العالم، يعني مو فقط مختصرة على العراق، من دول الجوار، من دول المسلمين، من دول الشسمه، واكثر زوارها تشوف انت ايرانيين موجودين، باكستانيين، هنود كذا، حتى من انجلترا جايين، حتى من امريكا جايين، جاليات كلها جايه، والمواكب مستمره بدون توقف. اكو موكبين، موكب بطريق الكوت اقاموا صينيين، بنات وولد صينيين، يعني شركه صينيه اقاموا الموكب، وهذا واكو بكربلاء موكب كوري، كوريين هم وبنات وهذه، وده يخدمون خدمة على حسب البصر. الله يسلمك، رحمة الله على والديك. أجينا الله يساعده. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا هلا. مختار المنطقة، مختار المنطقة. الله يساعده. نتحدث عن أهم حدث بالعالم، حدث كل سنة 25 إلى 20 مليون زائر يدخلون العراق وأيضا من العراق، وجاي نشوف إحنا على قولة أهلنا العزوبية شجاعة، كرم العراقيين اللي جاي نشوفه ما شاء الله، يعني كل يتحدث عن هذا الموضوع. جاه ابو عبد الله حسين الحسين من اجى على ثوره تغيير، هاي الناس ما تعرفها، احنا عبالهم بس الحسين وتمن ومرق ويطلع قبل ثوره، يعني اصلاح كامل جذري. هنا ما يسوون اصلاح جذري، احنا مو نحشي هذا، يعني بس حشي اسد من احشي لك الحشي، هاي اي شخص ها محل سياسي من يقعد يسطر الحشي كله، ها نفس الشيء احنا نمجد قضية اصلاح. الاصلاح شلون؟ اصلاح يراد له ثورة، الثورة تجي لازم بيش، اما قالت احنا بالسياسة اما بالتوافي. اي احنا هسه حاليا ما نعرف، احنا ولو احنا هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا مال الحسين عليه السلام، هي عبرة الحسين، عبرة من دزوا عليه الكربلة، عبرة قالوا له تعال خلصنا، من اجى للواقع غيروا عليه. فاحنا هسه شوف هواي صارت عندنا يعني ان شاء الله، بس مع هذا ثورة الحسين واضحة لكل العالم يعرف، واحنا تشوفنا واقفين وخدمة الزوار الغداء والريوق والشرب والهاي كلها هاي في سبيل الحسين ومشكور. يعني احنا ما بعد الزيارة هم قلت حدث عن الموضوع. احنا مثل ما نقول بهذا التوقيت جاء نذكر قضية الطاف ونذكر تفاصيلها، بالتالي ايضا ما بعد الزيارة هم نحتاج نبقى بهذا الوعي، نحتاج نبقى بهذا الثبات انه ناخذ قضية الطاف بعدة امور، مثلا قضايا المبادئ، الثورة مثل ما قلت، الاصلاح وغيرها. فيفترض ايضا بعد الزيارة هم تبقى البشرية في هذا التغيير ما يجي بالسهل. التغيير قلت لك ثورة الحسين ليش بقت ثابتة؟ حتى ترحيات أهله وهو على مود الإصلاح. إحنا هسه حالياً تطلع مظاهرات مثل ها تلقمع ثورة الشباب، ثورة ثورة الشهيد، ثورة، فهاي تنتهي لازم تجدد، يعني بعدين مشت الديمقراطية هي هاي الحقيقية. راح نطلع مال تشرين، تخلص مال تشرين تجي مال السيد، تخلص مال السيد تجي غيرها، يعني لازم اصلاح هسه، لازم تغيير حكم. يفترض ايضا مثل ما نقول بنفس الوقت على الناس البسطاء، افترض ايضا دول دفه الحكم الموجودين هم يتعظون من ثوره عاشوراء. نعم اي بس ما يقدرون، يعني هم دول جابوهم الامريكان وخلوهم ما بيها، يعني عاشوراء. عندنا هذا الشاب البطل من النجف الأشرف، وعندنا أخونا الحاج من البصرة الفيحاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بارك إن شاء الله بخير. والله بخير الحمد لله والشكر، ونحمد الله ونشكره على زيارة الأربعين إمام الحسين عليه السلام، والزيارة ما شاء الله مليونية، نحمد الله ونشكره. هاي الزيارة تختلف عن السابقات بشنو؟ كل هذه الزيارة تفرق عن كل الزيارات. شنو الفرق؟ لأن هذه مليونية، مليونية يعني تحد إلى 25 إلى 30 مليون. يعني دائما تيجي كل سنة؟ كل سنة أجي. يعني تشوف هاي السنة فرق أكو أكبر؟ هواية فرق.
لأن سيد الشهداء كل ما له سنة عن سنة زود، سنة عن سنة زود. ليش؟ بركات الحسين في كل مكان، في أنحاء العالم كله، حتى من بريطانيا جو، حتى من باكستان جو، حتى من الهند جو، ماكو مكان ما إجا هاي السنة الأربعينية الحمد لله. وين من البصرة؟ أنا من البصرة من الزبير. رجعت ومشي لو بسيارة؟ لا، أجينا للنجف، ومن النجف مشينا الكربلاء إن شاء الله. حجي، العنوان التغطية مال قناة الأيام الفضائية هي حسينيون حتى الظهور، شنو يعني معنات هذا؟ يعني ايش عندك فكرة على هذا العنوان؟ والله هذا العنوان، العنوان هذا رائع، العنوان هذا جيد، العنوان هذه القناة قناة أساسية أصولية تبقى إلى حد النهاية، حد النهاية إلى آخر يوم بعمر الإنسان. يعني أكو علاقة بين الزيارة الأربعينية وبين ظهور الإمام المهدي عجل الله؟ نعم أكو نعم نعم أكو علاقة قوية، وقريب إن شاء الله، قريب بعون الله تعالى. نكون مستعدين؟ نعم مستعدين، وإن شاء الله مستعدين، كنا مستعدين، كنا مستعدين. رب يحفظك وقواك. أهلا وسهلا أستاذنا العزيز، يا مرحبا. ويانا غيث، شلون غيث؟ الحمد لله وشكرا. أخبارك؟ أقول لك أنت خادم قو هنا أنا بهذا الشهر. إن شاء الله. شو اسمه موقفكم؟ الخدمة الحسينية. من يخدم بي؟ عمامي وخوالي وأجدادي، وتأسس من زمان، هو من 99. من التسعينات؟ من التسعينات مستمرين. يعني يقروا موكبكم عائلي، العائلة. العائلة. رأيك الزيارة، رأيك بالزيارة؟ زيارة زينة مو؟ زين الحمد لله وشكرا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة اليوم مليونية وفيها هواي ناس، والحسين يجمع هناك. خدام الأربعينية وخدام الإمام الحسين، أذيتوا أحد؟ لا والله بصراحة لا. جاوزتوا على حد؟ بالعكس بالعكس. ليش نشوف ناس تحكي على الزيارة الأربعينية وتسيء له؟ ايش بيهم ذول؟ ما ادري والله. يعني شنو؟ ضوجتهم الزيارة، ليش دائما يحكون عليه؟ ما ادري. انتوا ما مأذين احد؟ ما مأذين اي احد. نعم. بس زين. غيث، يعني ايضا اريد اسألك سؤال. انت عندك اطلاع بموضوع مثلا قضيه الامام المهدي عجل الله فرجه، وكلنا منتظرين هذا الفرج. يعني عملكم بالخدمه الحسينيه، انت اليوم من قاعد تشتغل من الصبح لليل على مود صاحب العصر والزمان. صاحب على مود صاحب العصر والزمان الامام المهدي المنتظر. نعم. عجل الله فرجه. يعني مستمرين بهذه؟ مستمرين هذا شيء للموت. حتى لو يحجون عليه؟ حتى لو يحجون عليه. ربي يحفظك وشكرا لك. ربي يخليك. طبعا احبت المشاهدين، حسينيون حتى الظهور، هذا العنوان اللي ان شاء الله كل سنه يتجدد وكل سنه يستمر الى سنوات وسنوات الى ظهور قائم آل محمد. يعني الحقيقه اللي ان شاء الله نحتاج اكثر بالوعي الفكري. صح الخدمه كبيره جدا قاعد تقدم من طعام وشراب ومبيت وغيرها من هذه الامور الاخرى، حتى الانترنت مجاني، ولكن نحتاج ايضا من يعني عندنا امثله المواكب اللي تنشر اليوم القضيه الحسينيه فكريا، الغذاء الروحي، الغذاء الفكر. فنحن اليوم تغطيتنا تحولت اسئلتها بهذا النهج وبهذا العنوان. طبعا احبت المشاهدين، هذه انتقال الزميل الاستاذ فلاح القرعاوي. شكرا يا زميلي يا ظفر على جهودك القيمة من خلال نقلك إلى المسيرة المليونية، ومثل ما نقلنا ظفر من جوانب هذه المسيرة على طريق نجف كربلاء، نحن نتقدم عليه بكاميرتنا وبثنا المباشر قرب محافظة كربلاء، يعني على مشارف محافظة كربلاء، عمود 1068 مدينة الإمام الحسن للزائرين. هذه المدينة اللي أنشأتها العتبة الحسينية المقدسة، وهي على مشارف محافظة كربلاء، وتقدم فيها العديد من الخدمات الصحية، اللوجستية، الاستراحة، المبيت. مستمرين معكم احنا بتغطيتنا المباشرة على هذا الطريق، ومثل ما عودناكم كاميرا الأيام تتنقل بين الزائرين بعفوية وتنقلكم هذه الصورة الحية من مناطق مختلفة. وروندو كما يتحدث أصحاب الاختصاص، يعني أربع صور بالشاشة مقسمة شاشتنا،
ونقدم لكم هذه الصوره، واحنا نتجول وياكم على هذا الطريق، طريق المسيره الحسينيه، طريق كربلاء. ومثل ما تعرفون الان قلت حركه الزائرين عن الظهيره، يعني قبل ساعه من الان عندما كنا معاكم في بثنا المباشر في انتقالتنا الاولى كانت حركه الزائرين حركه مو طبيعيه، والان الحمد لله الحركه ايضا قويه، ولكن قبل تقريبا ربع ساعه من الان رفع اذان المغرب والعشاء، وهذا الاذان هو اللي جعل الزائرين يرتاحون في هذه المواكب في استراحه، فيقل عددهم، قسم يستراح لاجل يتناول وجبه الافطار يعني العشاء. والحمد لله مع ذلك الان هو الزائر هيك اجواء شوي اجواء لطيفه، والجو جدا مريح بالمسير، مو مثل الاجواء الظهر، ولكن مع ذلك الزائر هو ايضا يسير على هذا الطريق الى الامام الحسين عليه السلام. واحنا مستمرين وياكم، وهذه الصور الحيه المباشره اللي ننقلها لكم، ومستمرين وياكم بهذه الصوره المباشره. السلام عليكم، تفضلوا اختنا العزيزه وجه الكاميرا. الله يحفظكم ان شاء الله. احنا مستمرين وياكم بتغطيتنا المباشره من قناه الايام، ونتحدث مع جنابكم الكريم حول المسيره الحسينيه. طبعا هذه المسيره الابديه ان صح التعبير، ان شاء الله تكون هي رساله الى كل ارجاء العالم حول قضيه الامام الحسين عليه السلام، وايضا هي رساله اثبات وجود هذا الانسان العقائدي الملتزم بتعاليم محمد وآل محمد. كثير من الحالات شاهدناها على الطريق هي كانت حالات صعبه لناس معوقين وناس كبيرين في السن، اطفال صغار، كل هذه الرسائل تؤدي الان دورها الفعال في اثبات وجود العقيده الحسينيه الراسخه في هذه الامه. احسنتم اختنا العزيزه، ايضا شاهدنا نستطيع أن نقول لقطات مهمة من هذه المسيرة. تحدثتي جنابكم الكريم، هناك الكبير، الصغير، المرأة، الشاب، ولكن ما يميز هذه المسيرة أو هذا الماراثون العالمي عن غيره هو الالتزام بالعقيدة. اليوم شاهدنا المرأة بحجابها الزينبي، الكبيرة الصغيرة، يعني هذا ينطيها في الدرس، وشاهدنا الكبير أيضا الصغير، الإيثار، هذه المعاني الإنسانية الإسلامية السامية نتمنى أن تكون موجودة فقط في مسيرة الأربعين، بعد مسيرة الأربعين تجدد في نفوس. هي خلاصة وثمرة هذه الأربعين، تزود الإنسان العقائدي على مدار السنة، فكيفما استطاع أن يستحصل من هذه الكرامات ويستحصل من هذه الفيوضات، فأكيد هناك حالة من الإنسانية، حالة من الروحانية، وأيضا حالة من العقائدية تسير بهذا الفرد نحو طريق التكامل والكمال الروحي الثقافي وأيضا الإنساني. طبعا أكيد هناك اختلاف في الثقافات، هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن يبقى الحسين هو يوحد هذه الأمة، يوحد هذه الآراء، يوحد هذه القلوب والأرواح والجنسيات أيضا. سؤال أخير ما أريد أخركم، ولكن يتبادر إلى الذهن، هناك بعض القنوات الفضائية لو يكون يعني لا سامح الله هناك تفجير تشاهدينهم يسارعون إلى هذا، لو تكون هناك فتنة تجديهم أول الموجودين، هناك خلاف في الرأي وهو الذي لا يفسد مو في أمر في قضية، تجديهم هم أول الموجودين، ولكن ماراثون مليوني من أقصى العراق إلى أقصاه إلى قلب العراق النابض، وكأنما يغضون الطرف ولا يرونه، ينظرون بعين واحدة. نعم بالتأكيد هناك حرب شعواء تثار على محبي محمد وآل محمد، هذه الحرب الناعمة بالتأكيد هي تحاول أن تسلب من الإنسان روحه العقائدية وروحه المتمسكة بهذا الطريق الخالد، من أجل الترويج إلى مضامين فكرية خالية من الروح الإنسانية. فاليوم ردنا على هذه القنوات أنه التمسك بهذا الطريق والتمسك بإرادة الإنسان المؤمن الحي في داخل هذه الأمة، كما الآن نشاهد المسيح، كما الآن نشاهد الصابئة، كما نشاهد كل مختلف الطوائف والجنسيات وأيضا العقائد تسير على هذا الطريق، تدل على إنسانية هذا المصدر، إنسانية الإمام الحسين وعقيدته الخالدة. فبالتأكيد أنه من مصلحة هذه القنوات أنه الآن تثار هذه الحرب المضادة إن صح التعبير نحو تهديم عقائدهم الخسيسة والتي تريد من الإنسان أن يكون خالي من الروح، خالي من العقيدة. فأنا اليوم أؤدي دوري بهذا الطريق
من خلال رسالتي، من خلال زي، من خلال نظرتي، من خلال كلامي، كيف أني أوجهها مع الكبير، مع الصغير، مع الإنسان، كيف أحافظ على نظافة هذا الطريق. كل هذه رسائل تؤدى الآن على أتم وجه، والحمد لله سنة بعد سنة الزيارة الأربعينية تثير كثير من الأفكار النيرة، وأيضا تطلق مشاريع ضخمة نحو التكامل الإنساني والعقائدي. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم، موفقين إن شاء الله بهذه المسيرة، بهذا الصوت الزينبي الذي يرتفع طالما هناك إخلاص ونية وضمير صادق وفق عقيدة حسينية الزينبية. كل توفيق أختنا العزيزة. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معكم بتغطيتنا المباشرة، وشاهدتوا واسمعتوا معكم بأنه الرسالة الحسينية هي رسالة مبدئية، رسالة عقائدية، رسالة ذات إطار علوي، إطار محمدي، وإحنا مستمرين معكم بتغطيتنا، ومستمرين معكم بتوجهنا، ومستمرين معكم بعنفوان هذه الرسالة، بكبرياء هذه الرسالة. فلهذا هذه رسالتنا اللي إحنا نبينها ونوصلها إلى العالم يا جماعة، من خلال السائرين على هذا الطريق، طريق الحسين، طريق الحرية، طريق الإباء، طريق التضحية، طريق هذا هو الذي ضحى من أجله الحسين عليه السلام. ردنا على القنوات المغرضة، القنوات التي تثير الفتنة وديدنها، هذا هو ردنا على هؤلاء. نقول المرأة والرجل، الكبير والصغير، هم من يردون عليكم بعقيدتهم، بإخلاصهم، بعنفوانهم، بكبريائهم، بتضحياتهم، بما يقدمون، بما يجيدون. السلام عليكم. قواك الله المتطوع والفارس الحسيني الأصيل. اليوم احنا عندما نحافظ على نظافة الطريق، نحافظ اليوم على جزء يعني مهم من هذه المسيرة. الزوار يعني ما قصروا ويانا، نعم من عندهم، واحنا اللي عليه نسوي، نقدر عليه نسوي ان شاء الله بهذا الجهود اللي ويانا الخدم كشافة الوارث التابعة للعتبة الحسينية، ان شاء الله يعني نقدر عليه نسوي. انتم متطوعين؟ متطوعين ان شاء الله. لا من الحلة، يعني كأنما هناك متطوعين ينضمون تحت غطاء قبة الإمام الحسيني عليه السلام، يقدمون خدمات على هذا الطريق. ايه ان شاء الله، وكل بكل جهود ان شاء الله الأبطال نقدر علينا نسوي ان شاء الله. موفقين. مشاهدي الكريم، نتحدث عن هذا الطريق وجوهر هذا الطريق وكينونة هذا الطريق، من أسس هذا الطريق أيضا عندما تشاهدون الآن النظافة، ما شاء الله، يعني هذا نحث عليه، هاي ثقافة النظافة، ثقافة أساسية أيضا. هنا هاي صورة عندنا طاها، أخذ لي هاي صورة. الإخوان الجميع يشاركون بالتنظيف، ماكو فرق بين المتطوع وبين حتى الزائر والخادم، يتشرف بأنه يشارك بالتنظيف، وهاي ثقافة جميلة جدا. أكياس النظافة والحاويات موجودة على هالطريق، اللي يشرب له كوب ماي، كاسة ماي، بإمكانه أن سلام عليكم يحملها ويضعها في سلته. السلام عليكم وحياكم الله، وجهك للكاميرا، وشلونك يا حبيبي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا نستمتع بهاي زيارة الخدمة بالأربعينية، وإن شاء الله من عوادة، وإن شاء الله الله يحقق كل مطالب طالب، وإن شاء الله الخدمة الحسينية مستمرة، والحمد لله والشكر على كل حال. شكرا الآن الزائر قناتكم العظيمة، هذه ثلاثة أيام إن شاء الله هتواكبكم إن شاء الله، كل حد كل شكر والتقدير لكم إن شاء الله، وإن شاء الله مستمرين. شكرا جزيلا أستاذ، شكرا جزيلا. هذه الرسالة الراقية، هذه الرسالة الراقية، الله يحفظ لكل من هؤلاء حب في داخل حاجة جزيل الشكر عندما يصل إلى الإمام الحسين. طبعا طبعا الحمد لله وشكرا. أهم حاجة عندنا، أهم حاجة والله العظيم، الحاجات كثيرة، وإن شاء الله يعني تصوري هكذا. الحسين عليه السلام أسس لمبدأ عبرة وعبرة، الحمد لله، مبدأ الثورة أكيد. فالحسين عليه السلام عندما نصل إلى وحث الخطى، يا ريت يكون ندائنا اللهم عجل وليك المرجع، حاجتنا الرئيسية العالمية هذه. الحمد لله وشكرا، الحمد لله وشكرا. إن شاء الله الحسين مخلدا يبقى مزدهر إن شاء الله، وهالخدمة الحسينية مستمرة، وشكرا جزيلا قناة التوفيق إن شاء الله. موفقين إن شاء الله يا عزيزي، موفقين. حاجات كثيرة لدى هؤلاء الزائرين على هذا الطريق، حاجات ضخمة، ولكن في مقدمة هذه الحاجات وعلى رأس هذه الحاجات، ألا وهي الدعاء إلى البارئ عز وجل بهذا الطريق، التعجيل بفرج إمامنا وحبيبنا
ضميرنا وناصر قلوبنا الإمام المهدي الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هذه الشخصية العظيمة، هذا الناصر، هذا المؤيد، هذا المنصور، هذا الإمام الذي مهد له الإمام الحسين بثورته العظيمة، من هؤلاء الأبطال الذين يسيرون على هذا الطريق، على هذا الدرب، على هذه الجادة، جادة الصواب، عبر ملايين جاءت من شتى بقاع الدنيا، جاءت تجدد عهدها وبيعتها لإمام زماننا الإمام المهدي المنتظر، جاءت تجدد عهدها وبيعتها لإمامنا المظلوم الحسين الشهيد، جاءت تجدد عهدها وبيعتها للإمام المظلوم الإمام الحسن المجتبى الذي هيئ وعبأ وجهز لثورة الإمام الحسين، الإمام الحسن المجتبى بحنكته بعفويته بعنفوانه هو الذي هيئ لثورة الإمام الحسين عليه السلام بدستور ثابت، هيئ خيرة الصحابة، خيرة الأصحاب. ومستمرين ياكم شاهدين الكرام بهذه الصورة، والشاهدون أمامي الآن الزائرين الوافدين من شتى بقاع العالم، وهؤلاء الزائرين هم الوافدين. تعال يا أمي حجي، السلام عليكم، قواكم الله، الله يساعدكم. شلونكم؟ والله ما تعبانين. اي نعم، احنا اكو عندنا موكب عمود 55 فجاي نمشي شويه ونرجع ان شاء الله. ان شاء الله يعني اثنان الخدمتين، ان شاء الله والمشي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. في داخل في نفوس مرات عندما نزور ائمتنا سلام الله عليهم، لا سيما الامام الحسين، ان شنو المسالك؟ اني حرب لمن حارب. شلون اسالم الحسين وعلي اطهار؟ شلون احارب اعداء؟ صحيح صحيح. شلون طريقتنا بالمسالم؟ مسالم احنا يكون معاهم شو على النهج اللي مشي لازم. اي على النهج. هذول ماشي كلهم ولا واحد، كلهم مبتسمين، وصح زين بس مبتسمين للخدمه يعني، خدمون الزوار ان شاء الله. والله يساعدكم، قواكم الله، موفقين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، يتحدث لي يقول عندما نقول اني سلم من سالمكم، المسالمه السير على نهج الحسين، اتباع طريق الحسين، اتباع من يتبع طريق الحسين، السير على هدي الحسين، اخلاق الحسين، الأهداف التي أسس لها الحسين عليه السلام في عرصة كربلاء والتي خطها بدمه الزاكي. هذه الأهداف، هذه الثورة لا زالت مستمرة معنا، مع هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشجعان الذين يواصلون المسيرة، هؤلاء الذين وقفوا سدا منيعا أمام الحركة الوهابية الداعشية التي أرادت حرف مسار الدين المحمدي الأصيل، اتباع مرجعيتنا، اتباع. السلام عليكم، قواكم الله، شلونكم؟ احوالكم؟ صحتكم؟ رايحين للحسين ان شاء الله نحو زائرين احنا سيرا على الاقدام نحو الامام الحسين عليه السلام، مناصره للامام الحسين، لثوره الامام الحسين، لنصره الامام الحسين في عزاء الامام المهدي، في عزاء الامام جده الامام الحسين. نحن قادمون يا حسين، هذا الشيء كل سنه يعني صارت علينا واجبه، ان شاء الله نصيح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. كل خطوه تخطوها يمكن بداخلك وبضميرك يتحدث شيء وقلبك ينبض عندما تقول يعني اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج في كل يوم، ننتظر نصرة النهار وفي كل ثانيه في كل دقيقه لمناصره الامام المهدي في عزاء جده الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى ابي الفضل اخيه الحسين. ننتظر الامام المهدي احنا في كل يعني صدق احنا شعور يعني كل خطوه يعني جسمك يتغشى البدن مالته يعني شيء ما ينوصف. نصرة الامام الحسين شيء عظيم عظيم عظيم، يعني احنا في كل خطوه ننتظر الامام الحسين امامنا. السلام على الحسين، وصيح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. موفقين ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. توسلون بالسلام. تعال يمينها، تعال يمينها على السياره، تعال على. السلام عليكم جميعا، يعني ها نضحكون عليه، ايش مالكم؟ السلام على الحسين والسلام على اخي ابو الفضل العباس. احنا كل سنه نجي قادمين على الاقدام من محافظه ميسان الى كربلاء المقدسه ونقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. شبابنا شلون يقتدون
بسيرة الحسين، بسيرة علي الأكبر. اليوم شلون أنا أحافظ على صلاتي، أحافظ على وقاري، أغض البصر، اليوم أحافظ على زوجتي وأختي وأمي. من ما باعوا العرض الناس، ما باعوا العرض الناس، هاي الله ما يسوين بي. إذا باعوا العرض الناس يطلعن بي الله، ما يطلعن بأختي يطلعن ببتي، ما يطلعن ببتي. هذا لازم أتبع. إي نعم نعم. ومو بس إحنا بوقت محرم وعاشوراء نبقى كل السنة. كل سنة. إن شاء الله. كل سنة مشكورين وريد الحسين يحفظكم إن شاء الله ويطول أعماركم. مشاهدي الكرام، إحنا مستمرين على هذا الطريق، طريق الحسين، طريق الزيارة العفوية التي تقدم لنا أشياء كثير، تعلمنا دروس، تعلمنا العبر، تعلمنا السير على المبادئ، تعلمنا السير على الأخلاق، تعلمنا شلون نحمي عرضنا، شلون نحمي مقدساتنا. فلهذا إحنا اليوم باقين على هذا الطريق ومستمرين على هذا الطريق ونسير على هذا الطريق. هذا هو طريق الحرية، طريق الشهادة، طريق الإباء، طريق اللي علمنا شلون نسير وفق هذه المسيرة المليونية. ومثل ما تشاهدون إحنا مستمرين ياكم بهذه الصورة المعبرة، هذه الصورة. السلام عليكم سعيم. أهل المواكب وعزي فاطمة الزهراء بالصلاة على محمد وآل محمد. نشكر أهل المواكب وأشكر محافظ كربلاء وهاي الخدمة الطيبة لأهل المواكب، وإن شاء الله تعود. أنا شفتك أنت وهاي البنوتة الله يخليك. الحمد لله والشكر. مش نسمات بحجاب تنزل. الحمد لله والشكر. إحنا زينبيات إن شاء الله ونبقى زينبيات، وإن شاء الله كل سنة وكل عام إحنا نظل على هاي المواكب وعلى هذا المسرى إن شاء الله بحق الحسن والحسين. كل التوفيق إن شاء الله. كل التوفيق كل التوفيق كل التوفيق. ها طه شنو ننتقل؟ إيش عندنا طه؟ فنشوف مثلا طه ما أعرف شنو اللي يريده. فإحنا مستمرين معكم بتغطيتنا وهذه التغطية الميدانية المباشرة من طريق نجف كربلاء عمود 1068. والشاهدون احنا عودناكم عندما ننطلق على هذا الشارع ننطلق بعفوية ونأخذ اللقاءات بعفوية ونواصل هذه المسيرة ونوصل الصورة الحقيقية إلى هذه المسيرة، إلى ما يقدم من خلال هذه المسيرة مشاعر، نيات، عقيدة، مبدأ. كل هذا احنا مسيرين ياكم. وحسب ما وجهنا مهندس أو مخرجنا ياسر، نأخذ بعد أن قدمنا هذه الصورة الليلية ننتقل إلى فاصل ولدينا عودة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمرين بنقل الحدث الأبرز والأهم على مستوى العالم، وهو زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الزيارة المستمرة رغم كل الظروف، مستمرة من أكثر من 1300 عام إلى اليوم. الضيافة بهذه الزيارة المقدمة من قبل الأخوة في المواكب الحسينية مستمرة كذلك، يقدمون كل اللي يقدرون عليه. هذه الضيافة أدرجت بعام 2019 من قبل منظمة اليونسكو في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. نظرا لعظمة هذه الضيافة والإمكانيات المقدمة، يوميا تقدم ملايين الوجبات الغذائية، مختلف أنواع المشروبات، كل هذا من أجل قضية الإمام الحسين. حاج حياك الله. أهلا وسهلا بي. يا أهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر قناة الأيام الفضائية لتواجدها في تغطية هذه الزيارة، زيارة الإمام الحسين في يوم الأربعين. احنا من جماعة وأصحاب موكب خدام الطفل الرضيع، تأسس هذا الموكب منذ القدم في شارع المدينة أهل النجف في أرفو باسم عباس خليل، واستمر هذا في الخدمة، خدمة الإمام الحسين. والآن أحفاده وأقربائه ومعارفه هم يواصلون هذا العمل. بالتالي هذه الخدمة، عفوا حاج، متوارثة من جيل إلى جيل. أنا أسألك عن الغاية والقصد من هذه الخدمة. الغاية هو خدمة زوار زائري الإمام الحسين، لأن هاي العملية اللي أنت تشوفها هسه عملية صارت أشبه بالمقدسة. والمجتمع أو المسلمين بشكل عام وحتى غير المسلمين يجون إلى تقديم الشكر إلى استشهاد الإمام الحسين في قضية عالمية، يعني مو قضية وإنسانية. فهاي الوادي اللي تشوفه يراد لها خدمات،
احنا مسألة الدولة غيابها تماما، وانما الاعتماد على الناس المواطنين، يعني متطوعين، يعني من اموالهم الخاصة، من ناحية ماكو دعم لكم من قبل المؤسسات الحكومية؟ كل دعم ماكو، لا مؤسسة ولا دولة. احنا ما نريد من الدولة شيء. صحيح هم يقدمون الخدمات الأمنية، هاي مشكورين، ولكن بقية الخدمات من النظافة تشوف، لا النظافة لا بتأتي. بالتالي الزائر يحتاج، انتم كمواكب خدمة تقدمون الخدمات لكل الزائرين؟ طبعا خدمات عامة، منها الأكل بأنواع، منها المشروبات، يعني شرابت بأنواع، منها النوم، من حتى قضايا صحية، وحتى مثلا بعض الأدوية يقوم بتقديمها للزائر وما يحتاجه. حاج خليكم أنا انتقل لأخوي، حياك الله زائر. الله حبيبي. من وين جاي إن شاء الله؟ أنا من الموصل. الله يوفقك. مسير الإمام الحسين والمسير نحو قبة أبي الأحرار عليه السلام، شنو تعلمت من هذا الطريق؟ اليوم أنت كولد شاب وجاي للزيارة، شنو تعلمت من هذا الطريق وخلاك بداخلك حرقة أنه لازم تروح للإمام الحسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعلمت من الإمام الحسين إن صبر المظلوم على ظلم الظالم يولد انتصارا عظيما. الإمام الحسين بحد ذاته مدرسة لكل الأجيال. أنا الشاب يعني أفتخر أن أكون في هذه المسيرة. الطفل أيضا يفتخر. ناخذ العبرة من الكبار في العمر. نعم، في هذه الزيارة هي عشق من العشق الإلهي طبعا في قلوب المؤمنين. أنت اليوم زائر، بنفس الوقت أنت تشوف الخدمات اللي تقدم للزوار، شخصيا أنت شنو مستعد تقدم لكل زائر اليوم موجود ومتوجه لأبي عبد الله الحسين؟ والله صراحة اللي نقدم احنا للزوار الإمام الحسين قليل، شنو اللي نقدمه قليل؟ يعني الإمام الحسين عليه السلام ضحى بأولاده، ضحى بعياله، راحوا أساره، كل هذا واحنا ننسيه قليل الإمام الحسين عليه السلام. هذا المكان لا سامح الله هو مؤمن يعني بدور القوات الأمنية والحشد الشعبي ومختلف التشكيلات الأمنية. اليوم الحمد لله الطرق المتوجهة إلى كربلاء المقدسة آمنة، لكن لا سامح الله لو تعرض هذا المكان لخطر شنو ممكن تسوي؟ أنا شخصيا موعد الإمام الحسين لو أقتل أو أذبح في هذا الطريق أنا إلي الفقر بهذا الطريق، وإن شاء الله نحن في كل عام نزداد عدد وعدد وعدد يعني غصبا على خشوم الظالمين ان شاء الله. كل يوم تشوف انتم كشباب البعض يتوجه ضدكم حتى يبعدكم عن هذا الطريق؟ اكيد اقول لقيت شيء، اكو الناس اللي تنتقدنا وناس اللي تقول يعني مسيرة الامام الحسين هاي يعني خرافات وكذا، احنا عندنا صمود واحنا عندنا حب الهي، حب الامام الحسين، حب فاطمة الزهراء، كل هذا يخلينا انه نظل ثابتين على عهدنا للامام الحسين عليه السلام. الله يوفقكم ان شاء الله ترجعون لدياركم سالمين موفقين ان شاء الله. حياك الله حاج. اهلا وسهلا بك، حياكم الله. يا اهلا ومرحبا بك. انا اسالك عن نقطه معينه، انتم اليوم متواجدين كمواكب خدمه لزائريه الامام الحسين، ما بعد الزياره شنو لازم نتعلم من هذه الزياره؟ بالتاكيد الزياره يعني مو بس المشي والمسير نحو ابي عبد الله الحسين، وان كانت هي فضيله ومن علامات المؤمن مثل ما يذكرها امامنا الحسن العسكري، ما بعد الزياره الى الزياره القادمه شنو لازم نتعلم من هذا الطريق؟ قصدك نتعلم من هذا الطريق شنو؟ نعم. احنا هي هاي الزياره ترسخ في قلوب المؤمنين الايمان اكثر واكثر، تعلمهم على انه يكونون على طريق وعلى نهج امير المؤمنين. هي هاي الزياره هي هاي اللي تخلينا انه نستمر على هذا النهج الولائي لائمه اهل البيت، ائمه الائمه المعصومين عليهم السلام. فلذلك هي استمرار للنهج الحسيني. ها من ما بعد الزيارة كإيمان، أما من غير الأمور الأخرى هي استعداد للموسم القادم، استعداد للموسم القادم، تهيئة أفضل الخدمات لزوار أبا عبد الله الحسين. ذول زوار أبا عبد الله ضيوف الحسين، وضيوف الحسين نخليهم على رؤوسنا، إحنا نتبرك بإطراب أقدامهم. فلذلك إحنا هذا يسعدنا ويشرفنا ونعدها أنه نعمة من نعم الله اللي خلاها علينا انه نخدم هاي الزوار. ذكرت بطريقة مهمة وجميلة جدا، طريقة ذكرك لزوار الامام الحسين عليه السلام، شنو ردك على اللي يحاول ينتقص من الزائرين، يحاول يقلل من مقامهم بمختلف الوسائل؟ هاي ابواق مأجورة، ما تأثر على المسلمين والمؤمنين، لانه هسه اللي يمشون بهذا الطريق مو بس الشيعة،
هذا اللي يمشي بالطريق من كل المذاهب الإسلامية بالإضافة إلى الأديان السماوية الأخرى من النصارى من كل الطواف جاي ألاحظان بها، فهاي أبواق مأجورة ما تأثر ولا تعني لنا في الشيء ولا نسمعها ولا نشجع على أي أحد أنه يسمع. أحسن، برأيك هذه الأبواق راح تقدر تأثر على هذه الزيارة؟ مستحيل تأثر، وأنا ألاحظ مو بس أني وإنما الكل جاي يلاحظون أنه الأعداد مع الزائرين تزايد عام بعد عام، فأنت تلاحظ العام الزائرين أقل من هالسنة هذه ازدادت يمكن 5 أو 6 أضعاف. وهذا يعني هذا دليل على انه هاي الاصوات غير مؤثره ولا نعير لها اهميه ولا تعنينا في شيء. كل التوفيقات من الامام الحسين. توفيق من رب العالمين والائمه المعصومين، وهذا لانه الحسين مو ظاهره شيعيه. نعم. ظاهره انسانيه، فلذلك هي مستمره باعجاز الهي، هو رب العالمين، هو اللي جاي يوفق الناس لهاي الخدمه ولهذا المسير وهذا فلذلك هو ما حد يقدر يأثر عليه. ليش؟ لأنه هو قضية إلهية، إعجاز إلهي. فلذلك تشوف هاي الآلاف المئات الآلاف لو ما تمشي منها فمتوفرة كل الخدمات. هو حاج أمر إعجازي. نعم. أنه على مدار 24 ساعة تجيك الملايين، والملايين هذه كلها تطلع راضية الحمد لله، ومن كل الأكل من كل الأمور متوفر لها، بالإضافة إلى أنه أنت من تلاحظ كربلاء مساحتها بالنسبة لهاي الزائرين ما تسعها، لكن هي شلون تسعها الزائرين هاي؟ يعني شوف هالأعداد الهائلة، يعني ملايين، احتمال هسه في كربلاء 5 مليون، لكن هي لو ما تنظر كربلاء في الأيام العادية وتقارنها في هذه الأيام تقول شلون سعت هالناس هالأعداد الهائلة من الزوار، وربي يحفظ الزوار ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، لأن هم جايين أكو جماعة جايين من بقاع بعيدة، يعني مو من يرجعون بالسلامة إن شاء الله. الخدمة المتواجدين إن شاء الله بمختلف الأعمار. أنا أسأل هنا أخوي، حياك أبو كابل. لا أنا أسألك عنه. الله يخليك، أهلا وسهلا. الله يخليك. إيه مرنا، إيه صحيح. مو بس هذا. هذا شنو؟ أبو الفضل. إيش قد عمره؟ عمره تقريب ال4 سنوات، 3 سنوات في شهر 4 سنوات. تفضل نشوفه حافي ويخدم بالزوار، شنو الغايه انه مخليه موجود بالموكب اليوم؟ ساعه موقف انا ردت اقول لكم عليه، بنيه معوقه قاعده توزع مصاصات للاطفال قاعده بالعربانه من ساعه، وهذا طريق بعد سالك. خلي نروح على ابو الفضل على بود تشوف الناس. هذا ابو الفضل الله يحفظه. السلام عليكم. شنو اسمك؟ عليكم السلام. تحب الامام الحسين؟ ايه. انت هنا تخدم الزوار جاي؟ إيه؟ شنو تسوي؟ أنا أشيع ريحة كنس. توزع ريحة؟ إيه. هو حاطين ريحة وزعجها، لا تريد تلتقي بهذا القادر. موفقين إن شاء الله. شنو رسالتك من وجود الأطفال؟ شنو تريد توصل؟ وصلها أنه يبنون أمل على هذا الطريق، إيه يشتغلون على هذا الطريق، يأخذون مثل بهاتهم وبهاتهم كلها. أنتوا توارثوها كذلك؟ إيه توارثناها. بالتالي حاج تفضل. بالتالي هذا المسير له ايش ما يسوون، ايش ما يدفعون، ايش ما يبثون من سموم، سواء بقنوات فضائيه او تضليل او منصات تواصل اجتماعي، مستحيل يقدرون ياثرون عليه. وخير دليل ابو الفضل اليوم الله يحفظه موجود. تشوف تقدر يعني تقدر فد ناس او فد مجاميع او فد منظمات تاثر على هذا المسير بقادم السنوات؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعار الله فنان تقوى القلوب، نشكر قناة الأيام الفضائية وكادرها على النقل المباشر لواقع زيارة الأربعينية. خدمتكم إن شاء الله. نتشرف إحنا بهذا النقل. هذا إن شاء الله هي امتداد لمسيرة الحسين. اليوم لولا الإعلام ولولا الفضائيات ما شافت العالم شلون العراقيين مستقبلين بنحابة صدر، من الطفل إلى الشيبة الكبيرة إلى النساء، كلها تركت بيوتها، تركت أعمالها، توجهت عندها مهمة خدمة زوار الحسين. هاي الرسالة احنا جايين نطيها لهاي الاطفال. احنا يوميا بعد شوي نجمع الاطفال محاضرة ولطم للاطفال، بحيث يشعر، نخليه يشعر بان هو الحسين بداخله، الحسين رسالة. مهمة هذه النقطة. احنا اليوم ما محتاجين، وان انه مثل ما ذكرت انا قبل شوية انه المسير وشعيرة المسير مهم، نحتاج اليوم المعرفة. صحيح. المعرفة للقضية الحسينية جدا مهمة ونحتاجها. صحيح. اليوم الاطفال تقول له يا ابا الامام الحسين ابن من؟ الطفل يقول له فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء منهم؟ بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ايش عده ليش اجى الحسين؟ اجى الحسين لعده للناصر، يريد يرد رساله، يريد يواجه الاعداء. اليوم عندنا رساله مهمه، كل الشباب اليوم احنا جايين لنصرة الحسين، لنصرة مذهب الحسين. اليوم الحسين مو الحسين بس العراق، حسين الشيعة، حسين العالم، الإيراني، العراقي، الباكستاني، الهندي، الكويتي، القطري، كل الشيعة، السعودي بالأحساء، لكل الشيعة الحسين. فرسالة لكل الإنسانية، فرسالة الحسين تنبثق مين؟ من أرض الواقع اللي موجود الآن قدامك، من خدم، من وقفة، من إعلام، من جميع الطرق. الآن كلنا متوجهين خدمة الحسين إن شاء الله. هذا الطريق شنو يحتاج من عندنا؟ طريق يا حسين هو طريق عظيم، هذا الطريق ممكن إن شاء الله يوفقنا وإياكم وكل المتواجدين والمحبين لآل البيت عليهم السلام، يوفقنا إن شاء الله بالمسير على هذا الطريق إلى جنان الله سبحانه وتعالى. شنو محتاج من عندنا هذا الطريق برأيك؟ محتاج واحدة، قضية واحدة، يتوحد، توحد القلوب، توحد القلوب. احنا اليوم مو بس موكبنا، المواكب كلها متوحدة باسم الحسين. اليوم احنا رسالة، نريد كل الساسة العراقيين يتوحدون قلوبهم لنصرة الحسين، نصر شيعة الحسين. اليوم معتازين توحد القلوب، توحد الرأي. احنا اليوم معتازين ان الدولة شوية تهتم بهذا الطريق، هذا الطريق معتاز اهتمام دولة شوية، واكو لكن اليوم مو مثل اللي نريده. احنا اللي نريده مثلا حقيقة واجهنا هو متاعب بداية الامر، لكن تكاتف الاخوان المتبرعين، شيعة امير المؤمنين، اخواننا تجار، الكل تكاتفت وقفت، ما خلوك تعتاز ماي، ما خلوك تعتاز ثلج، ما خلوك تعتاز الكل وبما فيها. يعني حقيقة قبل قليل كل سياراتنا مال الحشد الشعبي، كل تلقى سياراتنا مال الجيش، الشرطة كلها مستنفرة لخدمة جوار بنقل الماي يعني هذا شيء يذكر، يعني مشكورين على خدمتهم ووقفتهم مع المواكب. بالنسبة خدمة عظيمة، موفقين إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. هذه المحاضرات اللي تصير بالمواكب، انتم كشباب ان شاء الله وفتية تشاركون بها بالمحاضرات؟ ان شاء الله نشارك فيها، بس حتى تعرفون اكثر عن الامام الحسين. اي حتى نعرف اكثر واكثر عن الامام الحسين. زين، انت هنا انت ومنو جاي موجود؟ انا واخواني واخواتي وابوي واخوالي وعمامي. شنو جايين تقدمون؟ شنو تسوون؟ نخدم الامام الحسين وزواره المعصومين عليه السلام اللي يمشون. زين، انتم اللي بهاي الاعمار دائما يقولون عليكم انتم ملتهين بالتليفون والايباد، هذا الموضوع ما خلاكم تمتنعون عن الامام الحسين؟ لا، احنا كل يومية مثلا نوزع هاي، ما نقعد على الموبايل، بس مثلا نفرغ نقعد عليه، مرات نفرغ مرات شويه ونقعد عليه. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي هذه الاعمار وبالتاكيد ابائنا وكل المتواجدين في هذه المواكب، مواكب الخدمه الحسينيه، هي شرف لنا. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، احنا روب هواي ذبتة ثجيلة، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والروب هواي شفتة ثجيلة، وغدا يرمي لنا سد المنيعة، هذه آراؤنا فيه جميعا، ودنا غير حسين ما عدنا وسيلة، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي جفتها ثجيلة، وغدا يروي لنا سد المنيعة. طريق لبيك يا حسين الرابط من المشكل الأشرف إلى كربلاء المقدسة، وعدنا إذا اللقاء مع الأخوة الزائرين من الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا زيارتي شبه زيارت، واقعا زيارت خیلی خوبی است، ممنونم از عراقی ها بابت پذیراییشون. توی خیلی عظیمی که آدم ها میبینن، کوچیک، بزرگ، زن، مرد، همه مشتاقان به صورت دست جمعی یا فردی دارن میرن به صورت حرم امام حسین، بگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. الحمدلله بسیار عالی، خدا رو شکر ما توی مسیر که اومدیم
بسیار بسیار عراقی ها رو مهمون نواز دیدیم و حماسه ای که عراقی ها آفریدند و شیعیان و تو این مسیر کاری که کردند اهل سنت همه دست جمعی حماسه ای آفریدند که الحمدلله تو تاریخ خواهد ماند ان شاء الله. شکرا جزیلا. ممنون. يشكر طبعا اكثر اغلب حديث الاخوه الايرانيين وهو الشكر دائما للشعب العراقي، شكر دائم الى المواكب الحسينيه التي قدمت الخدمات على مدار تلك الايام وان شاء الله مستمره الى يوم الاربعين، وايضا التعب الكبير اللي صار على يوم الزوار اللي كل ما نلتقي به نقول نتمنى زائرين اكثر واكثر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك اخوي؟ الحمد لله. من وين؟ من البصره. وين بالبصره؟ باص راس زويه. جيتوا مشينا لا اجينا سيارك للنجف ومن النجف الكاظم. اللي تعرف باسمك؟ اسمي علي حكيم. علي خلي اتكلم وياك ببعض الاسئله. اذا تعرض هذا الطريق طريق لبيك يا حسين الى خطر من عدو، صارت احنا عندنا كان قبل تنظيمات ارهابيه وبعد العيون انفتح على هذا الطريق، راح تستمر بالزياره ذا بخطر ولا بصراحه؟ صراحه هذا الطريق نعمه من عند الله وما نقدر نفرط بها النعمه. وان شاء الله وبحيل الله باقين للموت. ممتاز. يعني نفس عنوان تغطيه برنامجنا حسينيين حتى حسينيون حتى الظهور. نعم والله وبالله للموت مع الحسين. نعم لو نعرف مو مره واحده نموت كل يوم. زين اكو بعض الجهاد تحب انه تسيء دائما الى الزياره، تغض النظر على الزياره، شنو السبب؟ هذولي مثل ما نقول اشخاص ضد هاي الشعيره. شعيره الحسين، شعيره محمد وال بيت محمد، هذا طريق الحق. نعم. طريق الحسين. السؤال الاخير، اكو بعض القنوات بدون ذكر اسامي، بعض القنوات الفضائيه التي تسمى عراقيه، بعض القنوات نعم. بوقت الفتنة بين الشيعة وبين المذهب الواحد كانوا راسين مراسلين واس ان جيات ومباشر و24 ساعة برامجهم، ليش ما دزوا مصورين الى هذه الزيارة الاربعينية؟ ليش وقت الفتنة حاضرين؟ هذول قناة متسع، قناة خارجية، قناة تابعة للدول، دول الخارج، ونتمنى من كل قناة شريفة تجي تصور هاي الاجواء، اجواء حسين. ربي يخليك، شكرا لك. حياك الله، واحنا احلى تحيه واحترام للقناه. ربي يحفظك بخدمتكم احنا، الله يخليك، الله يخليك. اي فارسي تعال لا نتكلم، كنا يجمعنا لغه واحده لغه حب الحسين. زيارتي رايت الزياره. زيارتي مو حسين ميرام، آقا مولام. ما خدمات؟ عالی، همه چی براون، هیچی کم نیست، هر چی بخوان هست. به عشق مولا همه چی براونه. به یاری آقا همه چی هست. يا لبيك يا حسين يا حسين لبيك. ما شاء الله، حلوه الابتسامه، حلوه لما تستمر في طريق ابو الاحرار، لان اليوم هذا الطريق الصحيح، الطريق المليان يوم مشاعر انسانيه وايجابيه. السلام عليكم. السلام عليكم. الفارسي. فارسي. زياره خدمات. عمك خوب، عمك خوب والله. من وين؟ من ايران. مشهد. تهران. تهران. طهران. تهران. اهلا وسهلا حبيبي. من وين؟ من بابل عيني. من بابل. وين ببابل؟ يعني بتشفل. بتشفل. هنا عندنا موكب جاي لنا. افضل تشفل مو من النجف الاشرف؟ لا لا تابع البابل. تابع تجي منطقتكم تابع المحافظة. ايه بابل. ايه. ليش اكو ناس هواي يحجون على الزيارة ويسيئون لها؟ ليش؟ لان عالم مختلفة وما يفتهمون. هاي يعني عالم مختلفة. ايه انت يعني يجي يوم تعوف هذا الدرب بعد ما لا لا ابد ما نعوفه، مدى الحياة تموت بحب الحسين. راح يعني راح تستمر يعني اليوم انت بالزيارة لحد ما تكبر. ايه ان شاء الله، لما نموت الا نعوف الحسين. نعم. زين، كل انسان الى امنية والى والى طلب، دائما اغلب الناس اللي راحوا بهذا الطريق عندهم نذر بداخلهم. اريد اعرف شنو امنيتك بس مو الشخصيه، امنيتك للعراق، للشعب العراقي. امنيتي يعني لان يصفى الشعب وهاي وماكو طائفيه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. زين امنيتك انت الخاصه؟ ما عندي امنيه بس دراسه عمل. امنيتي نجاح. نجاح يا صفتي. انا بالثالث. يا رب يوفقك ان شاء الله. ويحفظك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايراني. ايراني. اهلا وسهلا. سلامت باشه. من وين ایران؟ طهران، قم، مشهد، بیرجند، خراسان جنوبی. خراسان. خراسان امام رضا. زیارت.
خدمات كيف؟ عالي، خیلی خوب، ممنون، متشکر، تشکر میکنم از همه برادران عراقی، ممنون، متشکر، زحمت میکشم رو ما ایرانی ها. شنو اسمه؟ حسین. حسین، حسین رايح الى الامام الحسين. اهلا وسهلا، سلامت باشی، ممنون، متشکر، رب يحفظكم، توصلون بالسلامة. شلونك؟ اخبارك؟ الله يسلمك. شلونك؟ والله الحمد لله، والله بخير. طريق السلام. انت ابو سميره والنوبه الشمس. اي والله. الله يسعدك، هذا درب مجرى. اي في كل تعبير الجراحه. من وين؟ انا من السماوه. اهلا، هل اليوم اللي لهال 40 هاي سويت انت اهل السماوه؟ والله شنو هاي الخدمات اللي قدمتوها ما شاء الله؟ والله هاي كلها يعني انعالات ابو عبد الله. اها. اي. ربي يخليك. شو اسمك؟ انا محمد. محمد. محمد، عنوان برنامجنا هو حسينيون حتى الظهور. ان شاء الله. يعني هل اكو ارتباط بين هاي المسيره وبين ظهور قائم علي محمد؟ ان شاء الله بيعتنا يعني ما نتنازل عنها، والمام صاحب الزمان الله ما عجل ويكر الفرج ان شاء الله. كنا منتظرين. كنا منتظرين اكيد. زين، اكو بعض القنوات ما نذكر اسامي، خلينا نتفق، لان ما يستحقون نذكر اساميهم بهاي التغطيه المباركه. بعض القنوات بوقت الفتنه، بوقت المشاكل، نلقاهم كل مصوريهم وكل اجهزتهم مستنفرين، ليش بالزياره ما اجوا؟ والله ما ادري يعني ايش اقول. يعني هم يصيدون الفتن. اي اكيد، يعني ينشرون الطائفيه، يعني تفرقه دائما، ما ادري شلون. اي الله يحفظ هاي القنوات اللي تذكر زياره ابو عبد الله. اذا يوم يعني بعد نمشي فد 100 فد كيلو كيلو وين ويقول لك اكو خطر، اكو مفخخه، راح بصراحه راح تستمر لو راح ترجع؟ لا والله ان شاء الله احنا بضمانة ابو عبد الله. مفخخه يجوز تقتلك. يا لا يجوز هذا كذب يعني. قلت استمر. استمر هذا يجوز هاي فتنه بس يطشرنا. اها. يعني اكو ناس تزرع. اي اكيد. انا هم مره بكربلاء وقالوا حزام ناس وكذب. اها. اي. سلامي لك ولاهل السماوه. قوم ما قصرت. الله يسلمك بعد راح. تفضل حاج. سلام عليكم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم از این اتحاد ایران عراق، الحمدلله دو تا کشور همسایه مسلمون، خدا رو صدق، بزرگترین همایش تشیع جهان داره نمایش میده. الحمدلله، الحمدلله، امام حسین و تمام جهانیان انشالله کاملا میشناسن. الحمدلله، خیلی خوشحالم از پذیراییشون برادر مسلمونمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. فقط باید مواظب باشیم تفرقه بین سنی و تشیع نندازن انشالله، به امید خدا انشالله با هم باشیم، اتحاد همیشگی داشته باشیم. التماس دعا دارم، از همه عراقی ها تشکر میکنم بابت همین پذیراییشون، موکباشون. التماس دعا. خدمات ماشاءالله، ماشاءالله، لا حول ولا قوت الا بالله، العلی العظیم، الحمدلله، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. التماس دعا. شکرا جزیلا. شکرا لله. ممنون. تشکر. کیفت حال؟ خدمات خیلی خوب. شکرا شکرا. الحمدلله. طبعا احبت المشاهدین الحاج اللي تكلم فارسي يعني يشكر الله على جمعة الكلمة الواحدة بين العراقيين والإيرانيين ومختلف الدول، يسأل الله الوحدة بين المسلمين، بين السنة والشيعة، وأيضا تكلم على الكرم وعلى الخدمة الكبيرة التي قدمت إلى زوار أبا عبد الله الحسين. السلام عليكم. السلام عليكم. من وين؟ من إيران. طهران. تهران. أس تهران. طهران. تهران. كيف زيارة؟ عالی، زیارت عالی، خدمات عالی، همه چی خوبه. از عراقیه عزیزم تشکر میکنم. خیلی عالیه. خیلی شو پادر علم. من همراهام دارم میان. منتظرم. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. نعم. شكرا جزيلا. ممنون. مرسي. طبعا احبت المشاهدين، وهذه انتقالة إلى الزميل الحبيب المتألق علاوة أحمد من المحمودية جنوب بغداد. شكرا زميلي ظفر. نعم مشاهدي الكرام، تواصلنا معكم بتغطيتنا من برنامج حسينيون حتى الظهور، وبالتالي احنا من العاصمة بغداد راح نشوف الزائرين موجودين. شلونك حبيبي؟ بعد روح الغالي، حياك الله، قوه حيلك الغالي، فدوة روحك حبيبي. اليوم كشباب
جيل المستقبل مثل ما نقول. نعم. شنو نتعظ من الإمام الحسين من زيارة عاشوراء من زيارة الأربعين؟ نتعظ من زيارة عاشوراء إنه الإمام الحسين طلع للإصلاح، إصلاح الذات، إصلاح البين، إصلاح الأمور الاجتماعية الأخلاقية، يعني مو المفروض على كل شيء إحنا نتعارك بيناتنا، أي هذا الشيء ما يجوز، إحنا المفروض نمشي لو نمشي على طريق الحسين صح، لا والله نقول ما نمشي ونظل بيناتنا عاد نتعارك. هو الهدف من الزيارة. نعم. لا لا شلون تغير جو؟ لا لا مبدأ، هذا مبدأ الحسين، مبدأ الحسين عقيدة، الحسين أخلاق أخي، الحسين أخلاق، مو يعني إحنا رايحين على مود أكل أو على مود شرب أو على مود أشياء أخرى، لا. نعم. بما أنه اليوم جميع قنوات بلدان العالم اللي مهتم، القنوات العالمية اللي مهتمة بأدق التفاصيل وأصغر التفاصيل على مستوى العالم جاي نشوفها تغطيها، لكن بالتالي اليوم لربما يعني التجاهل واضح تجاه زوار الحسين وما شابه ذلك باستثناء القنوات المحلية والقنوات، تجاهل واضح من قبل القنوات المغرضة أخي، القنوات المغرضة للحسين، القنوات المغرضة احنا المفروض نسدها، مو نسدها يعني نهجم عليها أو شيء، لا من تابعها نتجاهلها، نتجاهل الصفحات الوهمية اللي جاي يسيء الإمام الحسين، جاي يسيء للزوار، جاي يسيء للعقيدة، جاي يسيء لكل شيء، احنا المفروض نتجاهلها أخي. حربا لمن حاربكم، سلم سلامكم، حياكم الله. حرب لمن وسلم لمن؟ الحرب للأعداء والسلم للأخوة المسلمين. أعدانا منه في الوقت؟ أعدانا من الكفار اللي يود الدواعش، أعداء الإصلاح، الفاسدين، ذول أعدانا. أخوي الغالي حياكم الله. الله يسعدك زوي. يسعدك خير. شلون صحتك؟ الله يحفظك، الله يواليك، الله يخليك، الله يسلمك. الحمد لله، الله يسلمك. والله طلعت اليوم العصر. اليوم العصر. إي. شباب حسينيين حسينيون حتى الظهور. نعم حسين. حسينيون حتى الظهور. نعم نعم. تشهد هاي المواكب اللي ما شاء الله شوف يعني القوات الأمنية وهذا خير من الله يعني ما شاء الله يعني، بس احنا نطالب منهم الشوارع شوي يفتحونها. الشوارع يفتحوها بأي اتجاه؟ الشوارع عندنا مثلا هسه هناك شوارع خفيفة يعني بداية الكمالية مثلا. نعم. الشارع مسدود بدون فائدة. نعم. يعني يكون شوي هسه كربلاء ما مسدودة، ماكو شارع مثل هذا. شارك ماكو دلها يعني مفتوح. سلامة الزاري أنا ذاك يوم صار قدام هذا شفته. يعني سلامة الزار. إحنا طالب نعيش يعني شوي يعني كربلاء أزيد الزوار بس ما ليه قطع الإسلاك. إسلاك ماكو. إحنا إيش إسلاك خلونا؟ الإسلاك ترى مو بس لنا يعني ما يصير. إحنا يعني بشر. إحنا سلامتكم. هو يعني سلامتكم وسلامة الزوار على اعتبار إنه سايد هذا سايد السيارة صاير سايدين فأكو حوادث تصير. ليش كربلاء ما بيها إسلاك؟ حتى كربلاء بيها موجود. لا أنا بحب يا موجبي وشوف هاي أبسط مثال هاي الكارت يعني يقومون به المواكب ممتاز. المواكب يعني هذا اللي عنده طفل يشوفه ونشكر المواكب الحسينية وبارك الله بهم وإن شاء الله يعودها على الشعب العراقي بالخير والسلامة. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام بالتالي أيضا بدوري أوجه كل الشكر لجميع كوادرنا كوادر قناة الأيام لبرنامج حسينيون حتى الظهور سيما أنه من جميع المحافظات وكوادرنا اللي بالهندسية على اعتبار أنه هذه الأيام المضت والأيام المقبلة جهد مضاعف جاي تبذل كوادر قناة الأيام فبالتالي أتمنى لهم التوفيق وختاما تقبلوا تحيات وتحيات كادر العمل ختاما إلى اللقاء.